دي معلومات طبية مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن. موافق 22 من شهر يوليو سنة 2012. بنرحب بيكم وبنهنيكم، إذا كان بكرة عيد الثورة 23 يوليو. وقبل ما نبتدي أحب برضو أهني كل الإخوة المسلمين في العالم أجمع ببداية شهر رمضان، وخصوصا أحبائنا في الشرق الأوسط. نرجو يكون فترة شهر رمضان يهدأ فيها الحال في كل دول الشرق الأوسط، ويعم السلام والأمان على كل إنسان بمناسبة شهر رمضان. فياريت نستغله كفترة كل واحد يراجع نفسه بينه وبين ربنا، ويقول أعمل إيه عشان أرضي الإله اللي خلقني، وبهذا يعم السلام والمحبة في كل أنحاء العالم. كل سنة وانتم طيبين. وقبل ما نبتدي كمان تهاني حلوة لناس من أحبائنا أولاد الكنيسة، أحب أعرفكم إن برنامجنا النهاردة ابتدى الساعة 7 مساء بتوقيت كاليفورنيا زي ما كان، وهكذا سيكون في المستقبل. كان في اقتراح تغيير المواعيد، لكن لقينا ده أنسب وقت لناس كتير. فالنهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا جدا، ومتوقعين ان ناس كتير هتستفاد منه. فياريت تطلبوا أحبائكم وتقولوا لهم تون اون، هاتوا لغز، سواء على البوكس اللي بيشوفوه على التلفزيون او على الانترنت تحت لوجوس شانل logoschannel.com، وحيلاقوا شاهدونا بكليك اون ات، هتلاقوا البث المباشر. تكليك اون ات هيجيلكوا الداونلودينج ساين، معناها كمان دقيقة هتلاقوا البرنامج. فطبعا اللي شايفنا يقول للي مش شايفنا ازاي يوصل لنا. الويب سايت موجود كمان على الشاشة، وهيبقى موجود اثناء البرنامج اوف اند اون. احبائنا النهاردة موضوعنا هيبقى عن الماسكولوسكيليتال، او امراض العضلات والمفاصل اللي احنا على بعض كده بنسميها الروماتيزم. وعلشان كده معانا أكفأ الأطباء والدكاترة والعاملين طبيا في هذا المجال. أحب أرحب بالدكتورة ميري شهيد. أهلا يا دكتورة ميري. أهلا دكتورة شهيد. مرحبانا، مشرفانا وبنرحب بيكي ومنورانا. الدكتورة ميري خلصت علاج طبيعي وعملت ماستر ديجري وأبحاث كتيرة، وهتفيدنا وهتشوفوا طريقتها، هتقولوا نروح لها هي فين عيادتها. ربنا يدينا ان احنا نستفاد من كل معلوماتها ومن قلبها الحلو اللي بيحب يخدم.
معانا أيضا دكتور عظيم وإنسان عظيم وخادم كبير، الدكتور سامي متياس. أهلا بيك يا دكتور سامي. الدكتور سامي خلص طب في مصر وجي هنا كأطباء كتير كافحوا، ودخل واحدة من أحسن الجامعات في المجال بتاعه، جامعة University of Southern California USC. على فكرة دي اللي خد فيها الدكتوراه بتاعته رئيس مصر الحالي الدكتور محمد مرسي، بس هو واخد الدكتوراه بتاعته بدل ما هي في الهندسة زي مرسي، هو واخدها في الطب الروماتولوجي والإيميونولوجي، الترمز الجديدة الحديثة اللي هنفهم معناها ايه أثناء البرنامج. وهو ليه عيادة خاصة في حدود لوس أنجلوس وأورانج كاونتي وريفرسايد، يعني في كاليفورنيا، ودايما بيحب يخدم وبيعطي استشارات كتيرة من أجل إنه يخدم الناس بمعلوماته اللي ربنا مكنه واداله فرصة يوصل ليها. بنرحب بيك تاني يا دكتور. شكرا جدا. قبل ما نبتدي نحب نحلي الأول بأطفالنا وشبابنا الحلوين اللي دايما بنحب نشوف عمل ربنا فيهم ونجاحهم. معنا شوية صور لتهاني الأيام دي، أيام التخرج، فلو سمحت المخرج يجيب لنا الصور اللي عنده عشان نقول لهم مبروك. دي المباركة فيرينا يوسف صليب. فيرينا زي ما انتوا شايفينها فرحانة ومنورة وماسكة صورة الميدل سكول، يعني خلصت إعدادي وداخلة ثانوي. ففيرينا بنحب we like to tell you إن ماما وبابا، بابا يوسف وماما نهى صليب، و your uncle الدكتور أشرف، و your tant فيولا، و your uncles أو grand uncles الأستاذ ميشيل وفيكتور ووديع وجورج، كلهم طلبوا وقالوا لازم تهنينا مونيك، تهنينا فيرينا. وأهم واحدة اتأكدت إن أنا لازم أحط اسمها أختك المباركة مونيكا، فمونيكا في الجامعة دلوقتي وبتهنيكي وبتقولك يلا حصليها. مبروك لفيرينا صليب. معانا كمان صورة لإنسانة مباركة خالص، شايفين الجمال بتاع مصر، يمكن تقول إن هي فرعونية، عينيها زي كليوباترا وزي نيفرتيتي، ملكات الجمال في العالم. الصورة دي بتاعت المباركة نيكول هاني جوبريال from your grandpa هيجومينوس بيشوي جوبريال and the grandma Tasoni Esther and your grandma Yvonne and from your uncle Hani and last but not least from your father and your mother Nancy and your father Hani Gabriel. They are so proud of you as we are, and they are congratulating you, and they are very confident that God will take you to college, make you pass through it with success, and you will be one of those that glorify God's name with your success. I said that in English for you, Nicole. Everybody is happy for you, your friends and your relatives. معنا صورة كمان لواحدة من الأحباء. You can see how happy she is. This is Eviola Nakla. Eviola graduated from University of Riverside in biology and English literature. يعني واخدة بيولوجي وكمان واخدة دراسة أدب إنجليزي، وبإذن الله توصل بمعونة ربنا وبركته لميديكال سكول، لأن هي عايزة تخدم ربنا في شعبه.
فمبروك يا فيولا من أخوكي مارك، من your daddy رفعت، and from your mother مادلين نخلة، and from all the family and all your long list of friends and loving people. Congratulations. معنا تهنئة كمان، معنا صورة كمان لإفيولا with her nice family. You can see her brother, her father and her mother. They are all happy for her as we are. For all of these, we do give you the congratulations, the best wishes from Logos and from all the people that love you. We also like to congratulate somebody that we will bring his picture next time in his baptism. Well, congratulate his family. The very blessed Ethan Michael Rami Iskander. I got this call from his grandma and from his aunt Susan, Uncle Imad, from Mona Thabit, from Ashraf and from Niveen, and of course from his father, Rami, and from his mother, Gina, and first of all, and this is in English, from his older sister, his boss, Alice Iskander. Next time we will have his picture, and probably it will be his baptism picture. So for all of these, we congratulate you, and we wish you the best in God's blessings. طيب بعد الحاجات الحلوة دي نرجع بقى لأمراضنا ونتكلم عن حاجات تفيدنا. أحب أسأل ladies first. Okay. أسأل دكتورة ميري، لو المخرج يجيب لنا الصورة بتاعة المفصل وتقول لنا المفصل ده في كام نوع من الأنسجة، وربنا عمله عظمتين قدام بعض ولا ايه؟ تجيب لنا الصورة المخرج لو سمحت. معلش، في صورة كده فيها المفصل عظم. طب اتفضلي ميري كمان. انا ابتدي اشرح. يعني عامة اي مفصل متكون من عظمتين بيقابلوا بعض، ففي عظمتين بيقابلوا بعض، وحوالين العظمتين دول بيبقى في غشاء سينوفي، وجوه الغشاء ده بيبقى في فلويد، بيبقى في ماده سائله زي ما احنا شايفين في الصوره. ومش بس بيبقى كده، بيبقى في ساعات زي كيس بيحمي الجوينت ده او المفصل ده، بيحمي الكيس ده بنسميه بيرسا. وبيبقى في طبعا أربطة وأوتار، بيبقى في كارتليج، أو كارتليج ده اللي هو زي الغضروف. أي مفصل almost كل المفاصل اللي في الجسم بيبقى فيها غضروف بيحمي الطرف بتاع العظمة دي. بيبقى في أنسجة تانية كتير موجودة في المفصل ده، وكل الحاجات دي ممكن طبعا يحصل لها مشاكل او يحصل فيها مشاكل ينتج عنها ألم في المفصل ده. يعني عايزة تقول لنا ان في عظمتين، كل عظمة متغطية بغضروف وفي فراغ بينهم، وبعدين في كبسولة حوالين الفراغ دي. ايوه. وبعدين امال العضلات بتبقى فين؟ العضلات بتيجي من عظمه بتركب وتغطي، تعدي الجوينت ده من فوقيه او من تحتيه او من حواليه، والعضله دي بيبقى في اخرها رباط، هو ده اللي بيمسك قرب الجوينت دي. فالعضله ما بتبقاش داخله جوه الجوينت نفسه، بتبقى من فوقيه او من تحتيه او من حواليه،
اكتر حاجه بتبقى حوالين الجوينت هو الكبسول ده اللي بيغطي العظمتين دول اخرهم، وطبعا جوه المسافه دي بيبقى فيه سائل، والسائل ده مهم جدا عشان يكون فيه ليونه في الحركه. لما كل مره اثني او افرد الجوينت ده حتى لو صابعي لازم يبقى فيه ليونه جوه الجوينت ده، يبقى فيه الفلويد ده عشان يسهل الحركه في الجوينت. يعني من الصورة اللي حضرتك شرحتيها لنا، فوق الصورة دي كلها هيجي عضلة من مكان الأرو اللي الدكتور بيشاور عليه، امتدادها لفوق، وتقوم معدية فوق كل الحتة البنفسجي دي وتمسك في العظمة التانية. ايوه. فلما مثلا ازاي يعني ايه اللي بيتني ف يعني احنا لو عملنا مثلا الدراع، لو العضله جايه من فوق نازله على الدراع من تحت، هتعدي من فوق المفصل ده، ولما المخ بيدي اشاره للعضله دي انها تنقبض بتتني، لما بيدي اشاره انها ترتخي بيتحرك الجوينت، فانا بتنقبض وبترخي فبيحرك الجوينت. طبعا العمليه طبعا معقده اكتر من كده بكتير، وفي عضلات معينه بتساعد عضلات تانية، والموضوع يعني عضلات اللي بتساعدنا عشان نقف غير العضلات، طبعا نوع العضلات مختلف، عضلات تشتغل على طول، في عضلات تشتغل شويه وترتاح شويه. فهمت. يعني في كل مفصل حتى لو صغير مفروض في عضلة لها امتداد فوق المفصل ده، علشان لو قصرت يوم يتني او لو رخرخت يقوم يتفرد. بالظبط. طيب ده بيحسسنا طبعا بعظمة خلقة ربنا يا دكتور، لكن لو حد قلنا عنده روماتيزم او عنده مشكلة في المفاصل، بنقصد اي حتة فيها ولا؟ هو الروماتيزم كلمة كبيرة، يعني احنا عندنا 200 نوع من الروماتيزم. الروماتيزم الناس بتحسب انها عبارة عن مشكلة في المفصل نفسه، لكن المشكلة في الروماتيزم هو ده بيكون ماسك الجسم كله. يعني ممكن يكون واحد عنده روماتيزم في المفاصل ومعها حاجة في القلب نتيجة للروماتيزم، او في المخ او في الجلد او في اي طفح جلدي او اي حاجة تانية زي كده. ده موضوع كبير، الاساس كله بتاعه معظمه مناعة، يعني الجهاز المناعي بيتخانق مع نفسه فبيتاكل، بيقوم يهجم على المفصل فبيحطمه. دي الامراض الروماتيزم المناعية. وفي نوع تاني اللي هو نوع اللي هو جينيتيف، اللي هو مع العمر لما بنكبر بيجي لنا روماتيزم الوسادة اللي هي بيسموها الكارتليج، اللي هي بين في المفاصل بتتاكل نتيجة للعمر والوزن وكده، وبيحصل نوع معين من الروماتيزم زي اللي هو روماتيزم مع السن الكبير. الروماتيزم ملوش سن، الروماتيزم يبتدي من ممكن سنتين بنلاقي فيه ولاد عندهم روماتيزم لغاية سن 90 سنة و 100 سنة. الروماتيزم كتير، 50% من الناس بعد سن 60 سنة بيجي لهم روماتيزم. بيكلف أمريكا مثلا 128 بليون دولار جاست أمراض الروماتيزم. في السنة. في سنويا، دي ده مثلا ميزانية دولة. 50% من الناس عندهم روماتيزم. التكلفة مش تكلفة بنبص لها تكلفة مجرد مادية عشان العلاج وزيارة الدكتور، بس تكلفة كمان الناس اللي بتقعد في البيت ما فيش شغل في سن صغير، أو بيكونوا عجزة، أو بيتحملهم طبعا بيبقوا عبء على المجتمع، فده طبعا دي التكلفة بتاعته. فالروماتيزم كتير، زي ما قلنا 50% من الناس بعد سن 60 بيجي لهم روماتيزم، أطفال بيجي لهم روماتيزم، في نوع منه بيجي اكتر للستات من الرجاله زي روماتويد ارثرايتس مثلا، وفي نوع بيجي للرجاله اكتر من الستات زي النقرس. فكل نوع مختلف، وزي ما قلنا اكتر من 200 نوع روماتيزم بيأثر على المجتمع تأثير كبير قوي. المرض مش مجرد مفاصل، ممكن عضلات، ممكن بيروح للجسم كله اللي هو الجهاز المناعي بيحطم اي حاجه. ممكن في ناس بيجي لهم عمى، في ناس بيجي لهم حاجات في المخ، التهاب في المخ، بيجي لهم غيبوبه من امراض الروماتيزم بيسموها الفاسكولايتس، في ناس بيجي لهم امراض في كل اجهزه الجسم، في الكبد، في كل حاجه. فالروماتيزم ده موضوع كبير. طيب معلش تورينا الصوره تانية يا دكتور.
يعني كلمة روماتيزم في حد ذاتها بتشمل انه سيستميك ديزيز، يعني مش في المفصل، دي حاجة في الجسم كله. طب لو خدنا الصورة بتاعت الجوين تاني، معلش. خدنا الجوينت، ده الجوينت السليم. طيب. دي اللي هو الكارتليج، اللي هو الوسادة اللي في وسط الجوينت ده، السينوفيوم اللي هو الجدار السينوفيوم اللي هو بيفرز مادة الخفيفة اللي قالت عليها الدكتورة ميري. المادة دي مادة لزجة بتعمل سهولة في الحركة. ده الأوتار اللي حوالين المفصل، دي هنا هنا برضو نوع من الأوتار اللي حوالين المفصل، أو كمان في العضلات بتبقى هنا، وفي البرسة اللي هي برضو الوسادة اللي فيها مادة جيلاتينية بتبقى بره المفاصل حوالين المفصل بالطريقة دي. وده المنطقة المريضة، التآكل في الغضروف، تآكل في العظم، and برضو بيحصل التهاب في اللي هو السينوفيوم دوت، الجدار السينوفي، فده اللي بيدينا الورم، الألم، الاحمرار، الالتهاب. طيب من الصورة دي تانية دكتور، مش خليها لو سمحت، تجيب لنا الصورة تانية. معلش الصورة دي أنا احتاجها كتير. يعني لو واحد بيشتكي في المفصل، ممكن يا دكتورة ميري تقولي لي ممكن يكون حاجة في أي حتة من دول، ولا نقصد بيها العظمة بالذات، ولا لا؟ زي ما الدكتور سامي قال، هو ممكن تحصل الوجع يكون في الجزء ده، بس مش شرط المشكلة تبقى موجودة في المفصل نفسه. يعني طبعا ممكن تكون مشكلة في العظم، مشكلة في الغضروف، مشكلة في العضل، مشكلة في الأوتار، أو تكون المشكلة في حتة تانية خالص ومسمعة وجع في المفصل ده. فساعات السيمتومز أو اللي بيحس بيه المريض مش ساعات بيبقى أكيوريت. يعني ممكن كتير قوي يدخل لي حد يقول لي انا عندي روماتيزم، بس لما يعني ابص على الجوينت الاقي، او على المفصل ده، ممكن يكون مفصل بيتحرك كويس خالص وما فيهوش مشاكل. ساعتها بقى نقول له لا، من فضلك ارجع تاني للدكتور، لان المفصل ده ما فيهوش حاجه ومحتاج ان هو حد يبص عليك ويحدد ايه بالظبط اللي عامل الوجع في المفصل ده. يعني في أي نسيج من الأنسجة دي ممكن تكون المشكلة. ودي تبقى حاجة موضعية لوكال. غير الروماتيزم اللي حضرتك ذكرته أنه ممكن يشمل أعضاء الجسم كلها. طيب إيه الحاجة اللي الإنسان ممكن يتنبه ليها ويقول أنا عايز أشوف دكتور أخصائي روماتيزم، اللي هو اسمه روماتولوجيست كعلم يعني تستهجها لنا؟ روماتولوجيست R-E-H-U-M-O-T-O-L-G-Y R-H روماتولوجيست اللي هو أرثرايتس دكتور، اللي هو دكتور الأرثرايتس. لما الإنسان بيحس بألم في المفاصل، لو نقول مثلا مفاصل إيدين او رجلين، ده بيكون روماتويد ارثرايتس. بيقول انا بقوم الصبح بيجي لي ستيفنس، يعني ما اقدرش اتحرك لمده نص ساعه. ده تيبيكال للروماتويد ارثرايتس، ممكن يكون ساعتين ثلاثه. حاسس بفتيج، بهمدان عام، ده برضو نوع من اعراض الروماتيزم. مش قادر امسك كوبايه القهوه، مش قادر اتني ايدي الصبح، ده تيبيكال كده. ايديا ورمه، فيها سخونه حمراء، احمرار، بالذات النقرس مثلا بيجي على طول، يقوم الصبح من النوم يفاجئ ان رجله فيها ورمه حمراء كانها عنده خراج في رجله بالظبط. لما يحس ان في مش قادر يرفع ايده لفوق مثلا، يبقى حاجات في العضلات، مش قادر يطلع سلالم، مش قادر يسرح راسه الصبح، او مش قادر تسرح راسها الصبح لانها مش قادره ترفع ايديها، فبتطلب من بنتها مثلا او حد يعمل كده. دي حاجات في الامراض في العضلات. او يكون التنميل في الايدين، حاسس ان هو بيقوم الصبح ايده منمله، بيسوق العربيه او بيقرا جورنان ايده بتنمل، فدي معناها في ضغط على العصب. ممكن يعمل ده من ضمن الحاجات برضو، زي اللي سموها كاربال تانل، اللي هو الضغط على زنقه العصب. كل دي اعراض للروماتيزم عامه. او ظهرت حاجات تانية، راش، طفح جلدي، سخونه،
حراره. sometimes دي بتبتدي اعراض الروماتيزم بان الواحد بيجيله حراره كل يوم. العيان بتاع الروماتويد بيخس بعض احيان في الاول وبيجيله بعض احيان حراره بعض احيان, او حصل له مثلا حاجه طلعت زي نوديول ولا حاجه طلعت زي في الجسم زي بتوع النقرس لما بيجيلهم حاجه بيسموها توفاي. فدي كلها المشكله. ليه الصبح بالذات دي؟ لان الانسان بيكون نايم طول الليل, فدي بيسموها مورنينج ستيفنس. ده من اهم اعراض الروماتويد, لانه بيقوم بعد فتره زي ما واحد يقعد فتره طويله ويجي يقوم انا مش قادر اقوم, حاسس ان انا باخد وقت على ما اقوم. ده بالظبط دي بيحصل, ان الجسم يكون مريح وبيجي يقوم او بينام وبيجي يقوم الصبح, فبيحس ان هو استف يعني مش قادر يتحرك. يقول لك انا كل يوم مثلا بقوم بجري بعمل كوبايه القهوه اول ما اقوم, بس دلوقتي باخد نص ساعه على ما اقوم من النوم. دي من اعراض مهم, اعراض من اعراض الروماتيزم. بضاف انها الناحيتين زي بعض في روماتويد ارثرايتس او في الركب للناس الكبار في السن, اللي يقول لك انا ركبتي بتحس بصوت في الركب. طيب دكتور ميري, هو ذكر كلمه في الصبح في الصبح في الصبح, الناس دول يمكن بيخافوا يصحوا الصبح. عايزاكي يعني تدينا فكره, الناس الكبار في السن يعني مثلا واحدة عندها 70 سنة وكل يوم الصبح تصحى ركبتها بس هي اسمها ايه ستيف متشنجة يعني او مفيهاش ليونة, عن اللي قاله الدكتور عشان نفرق بين انا عندي روماتيزم. كل الناس بيسموا كل حاجة روماتيزم مدام في المفاصل, فتفرق لنا بين حاجتين مشهورين قوي, الروماتيزم اللي هو بيقصد الدكتور, وبين حالة تانية للناس الكبار في السن اللي مشيوا كتير في حياتهم وبرضو بيصحوا الصبح بس بتبقى ركبتهم بس مثلا هي اللي فيها التشنج ده او فيها ستيفنس. ليه كلمة تانية اسهل شوية؟ ممكن ساعات نوع من اللي نقول عليه التيبس الخفيف. تيبس حلو التفضيل. فهو أوكي. يعني الـ المفصل اللي بيتني وبيتفرد وشايل تقل الإنسان لمدة 60-70 سنة. أي مفصل؟ أي مفصل الركبة يعني بالذات, أو مفصل الفخدة أو الهيب. يعني الاثنين دول بيحصل حاجه اسمها وير اند تير. وير اند تير دي يعني تاكل بطيء جدا في الغضروف ده على ممر سنين كتيره من المجهود اللي بنعمله, من الوقفه, من الشيل, من يعني حد بيتني وبيركع كتير. ده تاكل طبيعي, ما هواش مرض خطير, ما هواش طبعا احنا ما بنقولش ان هم ما عندهمش وجع, عندهم وجع ووجع شديد جدا, ولي حل سهل يعني تغيير المفاصل والحاجات دي, بس ما هواش مثلا حاجة ممكن ان هو تبتدي تسرح على بقية الرجل او تسبب مثلا مشكلة في حتة تانية. هو اكتر حاجة بيبقوا حاسين ان هم ابتدى مجهودهم يقل, بيبقوا حاسين ان هم مش قادرين يمشوا او يقفوا كتير زي الاول. الصبح طبعا بيبقى فيه وجع لان الواحد محركش رجله طول الليل. كل الحاجات دي بتبقى اسباب تخلي الركبة دي تعبانة, وبتبقى في نفس الوقت اللي بنقول عليه الفلويد اللي جوه ده ساعات لو حصل ورم وزاد الفلويد ممكن يعمل طبعا وجع زيادة في وتلاقي حتى الناس اللي ركبها فيها تأكل غضروف ساعات يكبر كده الجوينت المفصل من كتر ايه الفلود اللي جواه, ويحصل ساعات معاه مش دايما, ساعات ما بيبقاش فيه التهاب, بس ساعات بيبقى فيه التهاب في ويبقى سخن وتحسي بدرجة الحرارة مختلفة عن درجة حرارة الجسم. طب علشان نخلص النقطة دي تورينا الصورة تاني معلش يا دكتور. اشرحي لي على الصورة دي من فضلك, ايه اللي ازرق وايه اللي اسود هناك ده؟ الازرق اللي هو المفصل الطبيعي, الغضروف الطبيعي الهيلثي اللي هو لسه ما حصلش فيه تآكل. البيج ده ايه؟ البيج ده العظمة. البيج دي العظمة يعني العظمتين ممكن نسميها عظمة الفخذ وتحتها العظمة بتاعت الساق. ايوه ايوه, والاتنين متغطيين بالازرق ده
اللي هو الغضروف، الغضروف، القرقوشة يعني. القرقوشة. اوكي. طيب الناحية التانية بقى، الناحية التانية نشوف بقى ان القرقوشة دي راحت وابتدى يحصل تآكل للعظم نفسه، ويبتدي وغالبا المسافة بتبقى اقل من كده شوية اللي ما بين العظمتين. قربت العظمتين من بعض، بيبقوا يعني قربوا من بعض خالص. وبدل عشان الغضروف اللي هو عامل مسافة تاكل. يعني هو الغضروف ده موجود في الجسم عشان يتحمل الشوك، والشوك ابزوربشن، لكن لما بيروح خلاص اي حركة بتبتدي زي تاكل في العظم نفسه. طيب في الحالة دي بقى بالمرة نخلصها، ده اسمه ايه بالعلم يعني؟ ده اللي احنا بنسميه اوستيوارثرايتس. اوستيوارثرايتس بيجي لمين؟ بيجي للناس الكبار في السن. اوكي. او بيجي ممكن طبعا في سن اصغر، بيجي في سن اصغر لو واحد بيعمل اكتيفيتي معينه بكثره شديده جدا لدرجه ان هو حصل تاكل بدري شويه في السن يعني. ممكن في حاليا بنشوف ناس في سن الاربعينات وساعات ايفن في اواخر الثلاثينات ابتدوا تحصل لهم تاكل في الغضاريف بسبب ده. واحد وزنه مثلا 300 رطل عن واحد عنده 150 رطل مثلا، ممكن مثلا، او واحد او واحده او واحد يعني ساعات حتى بيحصل في الاثليتس او اللي هم الرياضيين، بيجري بطريقه غلط مثلا، مش حاطط مثلا جوه الجزمه بتاعته حاجه تمتص الشوك يعني، فبيبتدي ان الواحد يحصل احتكاك في العظم. حد عنده فلات فيت مثلا يبتدي يحصل عنده تأكل غضاري في سن بدري قوي عن حد طبيعي. اوكي. طيب ارجع تاني عشان نخلص من الاوستيو ارثرايتس اللي هو تأكل الغضاريف اللي الناس كتير بتسميه روماتيزم. فانت قلتي ان هو برضو بيحصل الخشونة دي الصبح، وبتبقى ايه كل يوم ولا يوم تخف لمدة أسبوعين ثلاثة وترجع تاني؟ لا، هو الخشونة ما بتخفش، الخشونة موجودة. أوكي. يبقى مستديم يعني. لكن هو ممكن تزيد شوية لو عملت مجهود جامد قوي، ممكن تزيد قوي. ولو ريحتها وعملت مثلا علاج طبيعي ممكن انها وجعها يخف سنة، مش هيروح، موجود لسه، بس ممكن يتحسن شوية. طيب ارجع لك تاني يا دكتور سامي، هل ده يعتبر حد تقدر تديله دواء؟ بتعمل له ايه لو راح لك؟ هو عارفة ده تخصص عظام اكتر من روماتولوجي، بس بيروحوا لك. لا، احنا بنعالج اكتر نوع من الروماتيزم بنعالجه هو الاوستيوارثرايتس اللي هو خشونة المفاصل. ده بيمثل 25% من الروماتيزم، وده اللي بيجي اكتر حاجه بتجيلنا في عياده الروماتيزم اكتر من الروماتويد، لان مثلا الروماتويد 1% من البوبليشنز، لكن ده نسبه 25% اب تو في 50% لما السن يكبر. الاوستيوارثرايتس في نوع جيني، جينات بيجي اصلا من الام ويتنقل للبنت مثلا، استعداد يعني. استعداد جينات وراثي. هنا مش مناعه بقى، ده بنتكلم هنا على الوراثه. في ناس عشان كده نلاقي واحد عنده 40 سنه وعنده خشونه في المفاصل بدري يعني. وفي مثلا الام كان عندها نفس المشكله في الرجلين وفي الركب وفي الايدين، البنت عندها نفس المشكله زي مامتها. دي حاجه بيجي اكتر للستات اكتر من الرجاله. بيجي كمان اكتر مع الوزن التقيل، لما يكون واحد وزنه تقيل، ومن ضمن العلاج اللي بنعمله هو تخفيف الوزن. وبعدين يجي كمان لحاجات كتيرة تانية يعني، التروما اللي هو واحد جاله إصابة، واحد حصل له كسر وتصلح الكسر قريب من الجوينت، من قريب من المفصل، ده المفصل ده بعد كده يحصل له اوستيوارثرايتس. دايما دكتورة ميري قالت لك برضو اللي هم الاثليتس اللي هم الناس اللي هم اللي بيلعبوا بتوع رياضة، دولت اكتر ناس بيجيلهم روماتيزم، وخاصة مثلا في الاولاد الصغيرين اللي بنلاقيهم بيعملوا باليه بيسموه هايبر موبايل الجوينت، بيسموه دبل جوينتد، دولت الناس دولت بيجيلهم نوع من الاوستيوارثرايتس كتير لما يكبروا في السن. يعني سوري، يعني افهم من كده هي عملية بيستعمل المفصل وبيحط ضغط على الكارتليج الغضروف قد ايه يعني، لو تقيل يبقى بيهزهم في بعض اكتر، لو واحد بيشيل
ممكن يجي له في الكتف وكده، ممكن يجي له في اماكن تانية. اي جوينت بيجيت افكتد، يعني احنا لو هنشوف صوره دلوقتي قدامنا هنلاقي الايدين صوابع الايد بيجي لها زي ما احنا شايفين كده، ان في الصابع مثلا في اخر الصابع ده بيجي له اوستيوارثرايتس، في مثلا الصابع هنا كمان عنده اوستيوارثرايتس، واخر صابع بالذات بيجي في زي ما قلنا برضو في الصوابع هنا، وبتبقى بتورم الصابع نفس الكلام، وبيبقى في الصوابع في الظهر هنا، في الصابع هنا، وبيجي في الظهر كتير قوي زي ما احنا شايفين، زي كانك سكينه في الظهر كده بالظبط، ومع تاكل في الغضروف هنا ابيض هنا في الاشعه، معناها تاكل دي اشعه للظهر، وفيها روماتيزم في المفاصل، تاكل الغضروف بتاع نفس الكلام اللي بيحصل في الركبه وفي الايدين وفي مفصل الفخذ، بيحصل برضه في الظهر، وبيشوف قد ايه الروماتيزم جامد في الظهر، ومعاها طبعا بيسموه الديسك هنا كمان بيكون معاها، فنفس الكلام اللي هو هنا دي اسمها المكعبات دي. دي بالنسبه للظهر، بالنسبه للسباين الفقره بتاعت الظهر لامبر سباين، وبيطلع منها نتيجه للروماتيزم نفس اللي بيحصل في الركب، نفس الكلام هنا، حاجه بيسموها زوائد عظميه، مع تاكل في الغضروف، مع تاكل هنا في بيبقى المسافه قريبه بين المفصل وبين الفقره والفقره هنا، فبيحصل ضغط على الديسك، فبيحصل ضغط على الديسك كمان، فده اللي بيحصل اوستيو ارثرايتس مع الركب كمان، فاي مفصل ممكن يتاثر بالاوستيو ارثرايتس. علاجها بالنسبه لنا احنا لازم نقول عيان انها وير اند تير، ده عوامل حياه، لما بنكبر الشعر بيبيض، الغضروف بيتاكل، نفس الكلام، بس طبعا اهم حاجه علاج طبيعي، واتكلمنا دكتوره ميري اهم علاج طبيعي للركبه مثلا. كمان الحاجه الثانيه اللي المهمه بالنسبه لنا تخفيف الوزن، ده مهم جدا للناس، حتى ممكن بيأثر على الركب وبيأثر على الايدين كمان، اللي بيخسوا برضو في اللي هم وزن كبير الايد الارثرايتس بتقل شوي، طبعا على الظهر مهم قوي. الحاجات التانية اللي بنعملها بندي في نوع مسكنات لهذا البتاع، بتدي من التايلانول لغاية انواع اللي هو النون سترويدلز لايك الايبوبروفين، كل الكلام ده ممكن ينفع، والسيليبريكس ممكن، في حاجات وجدوا فايدة ليها، حاجات بيسموها زي اربل medications like زي جلوكوزامين كوندرويتين، وجدوا في ستاديز وجدوا افيكاسي انها كويسه، وفي انواع احسن من انواع مختلفه حسب النوع طبعا، وفي عينين بتجيب باستجابه، في عينين لا، وده طبعا كل الناس، معظم الناس بتاخد جلوكوزامين، وفي اخيرا برضو في ابحاث عن حاجات تانية زي مثلا توميريك ده انديان ايرب، لابحاث في اليو سي ال اي وفي حته تانية شافت ان هو برضو بيشتغل على الاوستيو ارثرايتس، اللي هو الكركمين ده برضو بيشتغل على الكلام ده. بعدين في بعد كده لو الوجع اكتر ممكن ندي لها حقنه في الركبه نفسها، بنسحب الميه وبندي حقنه تكون، ممكن تكون حقنه كورتيزون للالم، او ممكن تكون حقنه سائل لزج بيسموه زي السانفيسك والهيالجن، دي سائل لزج بيعمل لوبريكيشنز زي كانه بالظبط الواحد بيزيت عربيه، نفس الكلام بس بيحط الزيت جوه الركبه، وفي انواع كده، في بس ده احسن للحالات البدري مش المتاخره، عشان كده العيان لما يكون بدري ويتعالج بسرعه بحاجه زي كده بتتحسن. لو كل ده ما نفعش بيفضل عندنا هي تغيير الركبه، دي اخر حاجه، بس طبعا العلاج الطبيعي اللي هو حاجه مهمه جدا في في في, في بالذات الروماتيزم الركبه بالذات. طب قبل ما اسال الدكتوره ميري عن العلاج الطبيعي، احب اعرفكم ان التليفون مفتوح، اللي عنده اي سؤال او اي تعليق، يعني مش مهم يكون خاص بالنقطه بالذات اللي بنتكلم فيها، احنا بنرحب باسئلتكم وبتعليقكم. طب يعني، طب معلش ارجع تاني، يمكن الدكتوره ميري تجاوبني على ده، ايه الفرق بين تايلينول هو ذكره ومثلا موترين؟ ده يعني هما الاثنين بيشيلوا الالم، البين ريليفر يعني، بس في فرق. انت قلت لنا لمتهم لنا، فقول لنا معلش الفرق. التايلينول ده بيعتبروه الفيرست لاين، التايلينول ده الاسيتامينوفين، ده فيري افكتيف للبين بتاع الارثرايتس، بس مش للانفلاميشن، مش للانفلاميشن، اتس نوت انتي انفلاماتوري، جاست بين. هو كويس لو اخذ باعتدال، لان لو الناس خدته كتير، حصل وورنينج قريب قالوا خلي بالكم لو الناس بتاخد اكتر من 3 جرام في اليوم، يعني 6 حبايات
أو أكتر. أنا بالنسبة لي بعتبر أكتر من 4 حبات غلط، لأن ده ممكن يأثر على الكبد، بالذات لما الواحد بياخد حاجات تانية، أدوية تانية فيها تايلانول. لكن هو دواء كويس جدا. نيجي بقى للإنسيدز اللي هو زي الموترين والأليف، ده بيسموهم أنتي إنفلاماتوري، بتساعد الالتهاب. وزي ما تعودنا في كل حاجة في الطب، الحاجة لما بتزيد عن حدها غلط وتقلها غلط، فبرضو ما بنحبش نزود الموضوع ده قوي كل يوم، لأنه ممكن يبوظ الكلى، ممكن يعمل مشاكل في الكلى، ممكن يبوظ يعمل قرحة في المعدة. فلازم لما ناخده لفترة شوية طويلة مثلا للروماتويد، لازم ناخد حاجة للمعدة معاه. وممكن جدا كمان يعمل حاجات تانية، مشاكل تانية في أعضاء الجسم التانية. فممكن نديه لفترة قصيرة، أو انتربتد يومين في الأسبوع، 3 أيام، ناخده لما تعوزه، ومرة في الأسبوع كده ممكن. أوكي الكلام ده كله. في سيلبريكس اللي هو الحاجات اللي هي بتقليل مشاكل على المعدة، ده معقول، بس برضو ما بناخدوش بنسبة كبيرة، لأنه برضو بيأثر على الكلى وممكن يعمل مشاكل تانية. فكلها بس هو حل كويس في الانفلاميشن، الالتهاب. يعني معنى كلامك ممكن واحد مثلا ياخد 2 تايلينول ومعاهم 1 أو 2 أليف، ممكن كده، لان الاليف لو الموضوع مقلم قوي، بحيث يقلل الاحمرار والورم، ده اللي هو بيقلل الالتهاب. وكمان 2 مع بعض بيشتغلوا على الوجع. اهم حاجه ما ناخدهوش بالفترات طويله الا باذن دكتور، دي حاجة. احنا ظهرت كمان ان هو كل انواع حتى الاليف اوفر ذا كاونتر ممكن يزود الريسك بتاع القلب، مشاكل القلب، هارت اتاك وستروك. فلازم نكون الحاجات دي لازم بمراعاه الدكتور، وتعمل تحاليل كل فتره عشان نتاكد ان مفيش مشاكل على الكلى. ويفضل ان احنا ما ناخدوش لفتره طويله. يعني انا عيان ممكن ياخد يوم تالانول، يوم تاني محتاج اليف، ممكن ياخد اليف لغايه ما يروح للدكتور ويدي له علاج افكتيف شويه. طيب الحقيقه انت اثرت نقطه مهمه وحزنقك تاني يا دكتور هميري، ان حتى تاكل الغضاريف ممكن يحصل في الغضروف اللي بين عضمتين صغيرين، الواحد يتهيأله ما بيستعملش ايده كفايه او ما عليهاش وزن كفايه بحيث يتاكل فيها الغضاريف. بس لو انا مثلا جايه لك الصبح وبقول لك كل يوم الصبح ما اقدرش افرد رجلي، وعلى على الساعة 12 واحدة كده تبتدي تفك شوية زي اتزيتت، تعملي لي وتقولي لي ايه اعمله كعلاج طبيعي بحيث اسهل على نفسي الاعراض واجل العملية او المراحل التانية من العلاج؟ هي كلها بتديبند الحالة دي اكيوت ولا كرونيك، يعني حالة حادة ولا حالة مزمنة. لأن ساعات بيبقى فيه، لو جالي حد عنده حالة حادة شديدة جدا، بيبقى العلاج خفيف وبناخده بالراحة، وبنعمل حاجات تحاول نقلل بيها الالتهاب زي الألترا ساوند ثيرابي. بنستعمل نوع من الجهاز زي بتاع الألترا ساوند اللي بيشوفوا بيه الجنين، بس نوع علاجي بيبقى مختلف شوية في قوة الموجات الصوتية اللي فيه. دي بتقلل الالتهاب دي ولا بتساعد بتضيع القلق؟ لا دي بتساعد على انها تقلل الالتهاب. بتساعد على ان يبقى في زياده في السيركيليشن او البلاد سبلاي او اللي هو الدوره الدمويه في الحته دي، تساعد على ان يحصل نوع من التهدئه للجوينت ده او للمفصل ده. في ناس ساعات بتتعب نفسها زياده، يعني مثلا يبقى عندها التهاب حد جدا ويقولوا لي ده انا حطيت عليها كمادات دافيه عشان احاول ان انا الكمادات السخنه ما تتحطش على حاجه سخنه وملتهب. لما تبقى حاجه مزمنه، لما تبقى حاجه مزمنه ومجرد في شد عضلي، الكمادات الدافيه تفيد جدا وتساعد على ان العضله دي تفك ومبقاش فيها شد عضلي. لكن اهم حاجه ان احنا نحاول ان احنا نقلل الالتهاب ده. فبيبقى علاجنا في المرحله دي بيبقى يعني علاج خفيف شويه. لو هو مجرد حد ابتدى بمرحله حاده فلقى نفسه ان هو مش قادر يتحرك، فبطل يتحرك، العضلات بتضعف، وبعدين احاول ان انا احرك عضلات ضعيفه مش مستحمله انها تشيلني وانا واقفه، مش مستحمله انها تخليني امشي فتره طويله. فدي علاجنا بندخل بقى في ان احنا نعمل تقويه للعضلات. وطبعا اي مفصل ما اتحركش لمده طويله بيحصل ان العضل بينكمش في بعضه،
ويبتدي يحصل زي نوع من الخلايا تتكون في الحتة دي، ويبتدي يحصل الحاجة بنقول تايتنس، بيحصل شد عضلي وما يفكش، فييجوا الناس بوجع شديد جدا. فاحنا بندخل وفي الحتة دي بنحاول ان احنا بايدينا نفكها، نوع من انواع العلاج الطبيعي اللي احنا بنعمله بايدينا، بنفك الحاجات دي علشان العضلة دي تقدر ترتخي ونقدر نقويها ونقوي عضلات الرجل، فيرجع الإنسان ده يقدر يمشي أحسن ويقف أحسن. يعني في ناس تلاقي تقولي خلاص أنا مش قادرة أقف في الكنيسة أكتر من 10 دقايق، وبتبقى نتيجة مش ساعات لأن هو تطور المرض قوي 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 أو المفصل اتدهور للدرجة دي، لكن بيبقى حصل ضعف عضلي شديد جدا، ومجرد ان احنا نقوي العضلات شويه الوجع يبتدي يخف، ويبتدي الناس قادره انها تقف وتمشي وتتحرك بطريقه احسن. طب انت قلت لي كام كلمه مهمه عايزه، انا قربت اجي لكم انتوا الاثنين. فنمره واحد ان لما واحده تشتكي انا رجلي وجعاني وعضلاتي وركبتي تعباني، ما تسمعش نصيحة الناس اللي من حبهم يقولولها ريحي نفسك ريحي نفسك. عدم الحركة بيضعف العضلات، بيضعف العضلات وده يزود المشكلة. اللي رجله وجعاه ومفصل بتاعه ملتهب ودافي كده شوية، ما يحطش عليه كمادات سخنة. بالظبط. طب لو عايز يعمل كمادات anyway، كمادات تلج. طيب. في كمادات باردة بتبقى حلوة خالص، بتهدي اكشلي، بتهدي الأعصاب اللي رايحة مش بس يعني ليها كذا فايدة، بتهدي الأعصاب اللي حوالين المفصل ده، بتهدي السخونة اللي في المفصل ده، يعني هي زي ايه بنقول عليها nature's anti-inflammatory، يعني الحاجة الطبيعية اللي ربنا ادهلنا ان احنا نقلل بيها الالتهاب شوية، طبعا مش بالكامل بس شوية بيساعد كتير. لان في دمويه زياده وورم واحمرار يبقى نبرده. طيب قلت لي نقطه ثالثه ان بنستعمل الكمادات الدافيه للعضلات بس لما يبقى فيها تشنج. ايوه، مش للمفصل الاحمر وملتهب. بالظبط. طيب معلش ده بره الموضوع، بس ده للرياضيين وللشباب. لو واحد طالما قلتي الكمادات، لو واحد مثلا بيلعب باسكت بول ولوح الجوينت بتاعه وبيشتكي، يحطوا له كمادات بارده ولا سخنه ولا يسيبوه في حاله ولا يعملوا له ايه؟ بس يعني شكل رجله المفصل عمال يكبر شويه بشويه على مدى ساعه وكده. احنا الرد بالموضوع ده يعني العلاج الطبيعي الحديث ان احنا نحط 24 ساعة تلج حوالين المفصل ده، بالذات مفصل القدم. تلج ساقع. تلج ساقع خالص يعني. لدرجة ان هم لقوا ان لو حطوا الرجل او القدم في ساعات في جردل تلج لمدة مثلا 5 دقايق ويطلعوه يلفوه بكمادات باردة، بيساعدوا ان الرياضي ده يرجع بسرعة جدا جدا للرياضة بتاعته. ولما ما بيتحطش اللي بيحصل ان الورم بيسبب انجري تانية، يعني احنا بنقول ان الورم بيعمل حاجة اسمها سكند انجري بالذات في القدم، لان الجوينتس او المفاصل صغيره جدا، كلها حتت صغيره، عظم كتير راكب في بعضه، فدي لما بيحصل فيها ورم بيمنع الحركه خالص، وبتتعب يعني ممكن حاجه كانت تخلص في اسبوع تلاقي قعدت 4 5 اسابيع لان ما حطيناش تلج عليها على طول. يعني معلش انا زي لا اؤمن الا باللي يدخل هنا. فانت بتقولي لي لما واحد مثلا ركبته اتجزعت او المفصل القدم بتاعه اتجزع، بتتقطع فيه شويه اورده ولا شرايين رفيعه، وعشان نمنع ان الشرايين والاورده دي تفضل تنزف دم وسوائل بين الألياف بتاعتها، بنحط تلج عشان نقلل من إفرازات إذا كان دم أو سيرم اللي هي السائل أو كده. بالظبط. أوكي، يبقى الأول تلج لمدة إحنا أو سائع يعني لمدة سائع، ممكن لو في ورم يستمر طالما في ورم،
يعني لو الورم قعد 4 أسابيع هفضل احط سائع، دي مختلفه عن مفهوم قديم. فطول ما في ورم بنستعمل التلج. طيب يا دكتور، وبعد كده ده لو في طبعا احتياج هيروح للدكتور، يبقى يفضل يحط حاجة كمادات ساقعة أو تلج لغاية ما تاني يوم لو مش قادر يمشي عليها وكده، لازم طبعا مش يفضل يحط التلج، يروح بقى يعمل أشعة أو ينتبه للتدخل بتاع الأطباء فيها. بس من ساعة ما يتجزع لغاية ما يشوف الدكتور يحط كمادات ساقعة مش دافية. بالظبط، الدافية للألم بتاع العضلات. صح كده، كتر خيرك. طيب أرجع تاني ليك يا دكتور، يعني لما واحد جاي بيقول لك أنا حاسس إني هبطان وما عنديش الطاقة بتاعتي قليلة، كل حاجة بشيلها بحس إنها تقيلة عليا وكده، إيه الأسئلة اللي بتسألها له في تاريخ المرض بتاعه علشان تحاول توصل للتشخيص يعني؟ أهم الأسئلة اللي بنسألها طبعا المفاصل، إيه اللي بتتعبه؟ لو العيان عنده قال مثلا المفصل بتاع الإيد هنا والريست والصوابع هنا ومع بتورم الصبح أو بتورم طول اليوم ما بيقدرش يمسك اي كوبايه ولا حاجه، فده طبعا افكر انها ممكن تكون روماتويد ارثرايتس اللي هو الروماتويد. نفس الكلام في الرجلين، الكاحل دي اول حاجه، فبنسال فين المكان الاول، الالم قد ايه بالظبط، احنا قلنا التيبس الصبحي الصباح التيبس قد ايه، لان احنا عارفين ان الروماتيزم اللي هو الخشونه بيبقى اقل من نص ساعه، لكن لو روماتويد ارثرايتس بيقعد اكتر من نص ساعه لغايه ساعتين ثلاثه. وبعدين بساله لو في اي اعراض اخرى، يعني مثلا هل في خسسان، هل في مثلا حراره، هل في في راش، في يعني طفح جلدي في الجسم، ده يهمنا جدا عشان هل مثلا في نوع من الروماتيزم اللي هو بيسموه الفاسكولايتس التهابات الاورده بيكون في طفح جلدي، هل في اي عضو اخر لك تعبان مثلا وجع معين في اعصاب، في مشكله في الاعصاب، كل الاسئله دي لازم نسال عشان نوصل للمشكله الاساسيه. بقالنا قد ايه في المرض، لان احنا في الروماتويد مثلا بنحاول نعالجه بدري، بنحاول نكتشف المرض في اول شهرين ثلاثه، لو قعدنا فتره طويله في الروماتويد، عين الروماتويد ممكن يدخل الى انه يبقى ديفورمد، يعني ايده بتتعوج ما يقدرش وتقف للعمر كله يعني. فده مهم جدا نعرف التاريخ المرضي لكل الحاجات دي. ومن الحاجات اللي اسالها مهمه قوي لو في حد في العيله عنده المشكله، والعيله مش معناها الاب والام بس، لان في عيان بيقول لي انا مفيش حد عندي بابا وماما كويسين مثلا، لا ممكن يكون حد جد او عم او خال، لان امراض المناعه بتنتقل بطريقه معينه في الجينات او في بطريقه معينه، ممكن تسكيب يعني ممكن تعدي جيل لكن تظهر في جيل اخر. حتى مثلا يكون في العيله نفسها حد عنده مرض من اوراق اللي هو الثايرويد اللي هو الغده الدرقيه، في واحد تاني يكون عنده الزئبه الحمراء الثعلبه، كل دي كلها امراض بتجتمع في العيله كلها، ممكن يكون واحد تالت عنده روماتويد ارثرايتس. فدي كلها حاجات مهمه جدا لازم تسال. مهم قوي ان انا اسال طبعا عن هل هو مثلا بيشرب مثلا اي نوع من انواع الخمور، لان ده ممكن ياثر على العلاج اللي هديه. لو عندهم هيباتايتس، وخاصه عندنا المصريين نسبه كبيره 20%، لان ده برضو ياثر على العلاج اللي هنديه، وهكذا اسئله كتيره جدا. في اي نوع مثلا ياثر سموكينج، لان العيان اللي بيشرب سجاير كتير ده عيان بيحصل له روماتويد اوحش، وبيؤدي الى ان العلاج ما بينفعش مع هذا العيان جامد زي بقيه الناس اللي ما بتشرب سجاير. فدي كلها حاجات بتاثر معانا. طبعا نوع الاكل اللي بياكلوه، لان النقرس مثلا بيجي للناس بتاكل لحمه كتير او بتاكل نوع معين من اللي هي الشيلفيش اللي هو الجمبري والكابوريا والكلام ده كله. لكن عامه دي كل الاسئله اللي توصلني للحل في الاخر. اهم حاجه هل هي الناحيتين زي بعض ولا ناحيه غير ناحيه، لان في نوع روماتيزم الناحيتين لازم زي بعض زي ميرور ايمج بالظبط زي المرايه، وزي روماتويد ارثرايتس. فدي كلها حاجات لها علاقه بالموضوع ده.
طيب معانا مكالمات ناخدهم. تحبوا ناخدوا مكالمة وتجاوبوا عليها ولا ناخدهم على بعض؟ ناخد مكالمة ونجاوب مكالمة عليها. مكالمة طيب، علشان ممكن إجابة سؤال جاي في مكالمة بعد كده يتجاوب عليه. اللي معانا على الخط أهلا بيك. هلو. على فكرة اللي يطلب مش مهم يذكر اسمه إذا كان مش عايز. هلو. أهلا بيك. اهلا بك واهلا بضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. انا عندي سؤال دكتور. عندي الم في الاعصاب بتاعت رجلي، يعني عندي الجيب بتاع البنطلون ناحيه اليمين لو مشيت شويه يبقى زي النار، التهاب جامد 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 ما اقدرش، وبعدين يعني لو خبطته ما احسش بالتخبيطه، فمش عارف يعني. رحت الدكتور بيقول لي ده الم في الاعصاب، فاداني كبسول اسمه جاما بنت جي اي بي اي نيورونتن. اتفضل. وتحسنت حضرتك عليه؟ ده يعني علاج مؤقت زي التايلون وزي الحاجات دي. اتفضل يا دكتور. هو عايز تساله منطقه الجيب بتاع البنطلون بيسموها تروكانتريك اريا، تروكانتريك اللي هي الحته اللي تحت الهب دي، مش الفخذ، لان الفخذ هو القلق اللي هو بالظبط في قدام في النص كده في تحت البطن على طول، لكن الحته اللي هي في الجنب دي بيسموها تروكانتريك. فدي بتبقى حاجه من كذا حاجه. اول حاجه في حاجه عندنا اسمها تروكانتريك بيرسايس، التهاب البيرسا اللي في المنطقه دي، في تحت اللحم والجلد في حاجه زي ساك، زي حاجه كده مليانه حاجه جيلاتينيه، ودي بتبقى عشان برضو تابسورب الايه الشوك، دي بتلتهب من الايه ريبيتيتيف موفمنت. يعني ايه ريبيتيتيف موفمنت؟ من الوقفه الكتيره والمشيه الكتيره والوقفه على رجل واحده. بعض احيان في واحد بيقف على بيحمل على رجل اكتر من رجل، فبيسموها حاجه اسمها تروكانتريك بيرسايتس اللي هو التهاب بالظبط في البيرسا ديت. علاجها الوحيد لهذه الموضوع هو اول حاجه الحقنه، بنديها اللي هي شات، والشات ده لازم يكون فيها كورتيزون ولايدوكين مثلا، وتبقى شات بنيد معينه طويله بتدخل لغايه الحته دي وهي ما بتوجعش، بس ممكن تريليف البين فتره طويله وممكن يرجع تاني بعد سنه او اتنين. دي حاجه. والحاجه الثانيه علاج طبيعي ممكن في المنطقه ديت لو هو مجرد الالتهاب في البيرسا دي بيسموها بيرسايتس. عشان تعرف انها برسايس ولا لا، لو ضغطت على الحته اللي هي في جيب البنطلون والالم بالظبط على صابع ايديك في الحته دي بالظبط، يبقى هي ده بيسموها البرسايتس. لكن ممكن يكون حاجه تانية، حاجه ممكن تكون ضغط على العصب الموجود في الظهر اللي هو الاعصاب بتاعه الظهر، يعني معنوع ديسك مثلا في الظهر ضغط على العصب اللي هو الجابه بنتن، هتنفع في حاجه زي كده. اللي هو دي بقى الحاجه الوحيده اللي نعرفها بايه، ان احنا بنعمل اشعه على الفخذ، حته الفخذ دي، وبرده الاشعه على الظهر من تحت، وممكن نعمل ام ار اي على الظهر نعرف هل في ضغط على العصب ولا لا في ديسك، لان لو في ديسك ممكن يسمع لغايه الرجل من تحت وممكن يعمل تنميل خفيف. في حاجة تالتة، في يكون ضغط على العصب اللي هو superficial femoral nerve هنا، اللي هو العصب اللي ماشي هنا بيبقى ضغط عليه بمعين من الدهون اللي تحت في آخر البطن دي، وبتعمل التنميل وما بتحسش بالحتة دي بالظبط. الفرق شديد، الفرق هنا ما بتحسش بالمنطقة تماما، لكن لو برسايتس بتحس بألم في مكانها، والألم ممكن يسمع تحت. تفرق ازاي؟ برضو بنعمل فيها دي نيرف كوندكشن تيست، لو اللي هو تحليل عصب، تشوف هل في ما بتحسش بيها ولا لا. ازاي نعرف؟ انا من رايي في حاله زي كده الدكتور يشوفك، لو هو في ضغط، لو ضغط على المنطقه وفي الم، تاخد الحقنه ما فيهاش اضرار خالص وتشوف هتتحسن ولا لا. علاج طبيعي عليها ده مهم جدا، وبعدين لو تحسنت وراحت خلاص ما كانش، هتضطر تعمل بقى الام ار اي او تعمل نيرف كوندكشن تيست على المنطقه، تشوف هل في ضغط على العصب في المنطقه دي ولا لا. وممكن دكتوره ميري تقول لنا ايه اللي بتعمل في التروكانتريك بيرسايتس فيزيكال ثيرابي؟ احنا يعني لما بيكون فعلا بيرسايتس بيستجيب بسرعه للعلاج، يعني ممكن في خلال 12 جلسة يحس بأن هو ابتدى يتحسن جدا. بنعمل ألتراساوند ثيرابي، بنحاول ان احنا كمان نرخي العضلات اللي حوالين الكيس ده اللي ملتهب، لان بساعات ده بيخلي العضلات نفسها اللي حواليه كلها فيها شد عضلي شديد، وبيعمل ضعف في العضلات اللي حواليه. فاحنا بنعالج، بندي حوالي 12 جلسة، ومفروض ان يحصل استجابة سريعة للعلاج لما بيبقى في الالتهاب في الكيس ده او البرسايتس. لما بيبقى فيه ضغط على الأعصاب
الاستجابة هتبقى بطيئة جدا. ممكن ان طبعا الضغط على العصب ده يكون عامل اريتيشن للعضلات اللي حواليه وعامل شد عضلي ضغط على بقية الاعصاب اللي في الحتة، لكن الاستجابة بتبقى بطيئة، وبيحتاج طبعا ان احنا نعرف درجة الضغط دي ايه. ساعات علاج بنعمله للظهر يتحسن فيه الوجع ده، فيعني حسب الضغط على العصب نسبته قد ايه هو ده اللي بيخلي الواحد يستجيب للعلاج ولا لا. طب انا هقول لحضرتك حاجة كمان، من الفكرة من البرنامج زي ما شرحولك، لما تقدر تفهم، لان انت احسن واحد ممكن يقرر ايه اللي بيتعبه وتاخد الهيستوري ده، التاريخ ده تقوله. البرسايتس دي بتبقى عبارة عن زي كيس كده متحوش فيه سائل مزنوق بين العضلة والتندون او يعني العظمة. اقول بمعنى زي ما قالك الدكتور، لو ضغطت عليها توجع، يمكن لو حطيت عليها زي ما الدكتورة ميري قالت مية ساقعة، لو لقيتها وكمان تتحسن اكتر بحاجات للانفلاميشن زي الاليف زي الموترين، مش زي الدواء بتاع التهاب الاعصاب اللي ادهولك يمكن ياثر فيها شويه. فانت لو حطيت ميه ساقعه وحطيت اليف عليها وخدت اليف مثلا ولقيتها اتحسنت من مكانها، يبقى يديك فكره ان دي محتمل تكون زي ما قال الدكتور. لو ما حوشتش فلوس في كتير في جيبك وتضغط عليها، ما تشيلش فلوس كتير في جيبك. الحاجة التانية، ممكن المحفظة اللي بتحطها في جيب البنطلون الوراني طول ما انت قاعد تكون ضغطة على الفرع اللي طالع من العصب بعد ما تفرع من العمود الفقري، التفرع اللي رايح للمنطقة دي هو ده هيبقى مكان تقريبا محفظة بتاعتك اللي انت حاططها لو في نفس الناحية يعني. فاعمل اللي تقدر عليه، شيل المحفظة، ما تشيلش كوينز كتيرة يعني، ما تطلع اللي في جيبك دي اللي محتاج، وحط مية ساعة عليها او كمادات ساعة، وخد مثلا اليف او موترين. لو حسيت انك ارتحت يبقى انت بتساعد الدكتور في ان تروح له وتقول له ايه اللي عملته وريحك. اشكرك لسؤالك. شكرا. طب معنا سؤال كمان، اهلا بيك. هلو. مساء الخير. مساء النور. متشكرين خالص على كل تعب وربنا يعوضكم كل خير. اتفضل. انا كان عندي في ركبتي الشمال موجوع على طول دلوقتي، لما بقعد ما بقدرش ان انا اقوم امشي على طول. وجع جامد وما بقدرش حتى احركها. وبعدين رحت للدكتور قال لي ان انا عندي تنشنر بظهري، هو اللي عامل لي كده وسبب لي حتى الاوجاع ايدي لغايه كوع ايدي دلوقتي. فاداني لغايه كوع ايدك؟ يعني من رجلك بعد كده بقى في كوع ايدك؟ بقى من كف ايدي بيمشي لغايه الوجع لغايه كوع ايدي الاثنين، ما بقدرش حتى ارفع حاجه تقيله مره واحده. طيب. قال لي ان انا عندي بينش نيرف واداني كورتيزون، كورتيزون واداني دواء تاني ان انا اخده، فما اعرفش. وعمل لي اشعه قال لي ما فيش حاجه، بس الوجع مش عايز يروح. انا حاسه ان ركبتي نفسها بتتكسر لما باجي ارفعها على اي خطوه ولا اي طيب. درجه. اخلي الدكتور يسالك شويه اسئله نحاول نساعدك. اتفضلي. حضرتك كام سنه؟ عندي 46. 49. 46. تكبرهاش. لا. اوكي. ابتدى امتى الموضوع ده؟ ابتدى من حوالي تقريبا 6 اشهر، بس ابتدى بيزيد يعني. الوجع في ركبتي دلوقتي بيزيد. ناحيه واحده ولا ناحيتين؟ الناحيه واحده اكتر، الناحيه الشمال. الشمال. وبرده الوجع في ايديكي من اول ايديا الاثنين، اليمين والشمال. يمين وشمال. هل صوابع الايد مثلا بتوجعك برده؟ بتنمل يعني، في تنميل اكتر من الوجع. في تنميل اكتر في الاطراف بتاعت ايدي، ولو قمت الصبح عملت حاجه ظهري طول النهار بيوجعني وبتبقى وسمع. لازم ان انا اقعد الصبح خالص كده بتاع حوالي ساعه وبعدين ان انا اقوم اعمل اي حاجه. اوكي. هو طبعا من الحاجات المهمه، لان احنا هنا يعني
دي حاجة يعني عامة، ان ممكن يكون في ضغط على العصب في الظهر مثلا، مسمع في الرجلين، دي حاجة. وفي نفس الكلام لو قلنا ايدينا الاتنين بتنمل، دي لازم ندور على العصب في الرقبة، فلازم نعمل اشعة الرقبة وفي الظهر من تحت، دي مهمة اوي، او ام ار اي مثلا. الحاجات التانية ان لازم تعمل تحاليل نشوف هل هي روماتويد، ممكن يكون روماتويد يظهر كده بس ما بيجيش فيه تنميل، بيجي فيه الم اكتر من التنميل، لكن التنميل ممكن يجي بعد كده لو في روماتويد ضغط على العصب في الايدين ممكن كده. فده برضو تحليل الروماتويد والالتهاب والاي اس ار والسي ار بي والكلام ده كله مهم قوي نوصل للتشخيص. لو وصلنا هل هو ايه بالظبط هيبقى العلاج سهل جدا بعد كده. ففي الحاله زي كده انت عايزه يعني عايزه تشافي هل هو ملتهب الركبة، ملتهبة هل فيها مية، ولا هي جاية الوجع جاي من الظهر من ورا، فلما بنرفع رجلينا بيحس بألم في ظهرك وبيحس ما تقدريش ترفعي رجلك جامد. دي كلها حاجات لازم تتجاوب عليها في الأول قبل ما تتشخص، وبعد كده العلاج يجي بعد كده، لكن هو لازم ده كده. بس الكورتيزون يعني اخد كورتيزون عادي زي ما هو بيقول لي مش هيأثر بأي حاجة؟ انا ما اقدرش اقول قوي لان انا ما شفتش الحاله، لكن طبعا الكورتيزون له اعراض جانبيه جامده، هو جميل بس يعني ايه لازم نخلي بالنا ان هو ممكن يعمل هشاشه، بيعمل سكر، بيعمل بيزود الضغط، بيعمل كاتاراك، جلوكوما، يعني ايه مش سهل يعني. لكن في نفس الحاله لو هو حاجه محتاجاه، لا اما لو هو مجرد انها حاجه يعني عاديه ضغط على العصب مش هينفع الكورتيزون، لكن لو هو روماتويد يبقى له علاج الروماتويد لازم تتاخد في حالات زي كده. احنا عايزين الكورتيزون بيعالج كل حاجه، فاحنا عايزين نعرف ايه اللي عندك بالظبط عشان نعالج صح. الكورتيزون ممكن يصلح بس في نفس الوقت مش علاج تام، وفي نفس الوقت مش حاجه نهائيه يعني. فاحنا انا من رايي ان احنا نروح لحد بتاع روماتيزم ونشوف الموضوع ايه بالظبط، هل هو جاي من الظهر، هل هو روماتويد، هل هو حاجه تانية، ويتعالج نتعالج صح بعد نعمل تحاليل، وبعد كده ممكن يبقى سهل. هقول لحضرتك حاجه، انا سالت الدكتور مين الانسان اللي ينصح لي ان هو يروح للروماتولوجيست او الدكتور بتاع الروماتيزم والاميونيتي، حد زي حضرتك لانك سنك صغير فده مش تاكل غضاريف، وفي ناحيه واحده فده مش تاكل غضاريف، عاده بيحصل لحد ما في الاثنين، ابتدى بمنطقه ابتدى يروح لمنطقه تانية، ف الاثنين فيهم جزء ريليتد للعمود الفقري وممكن يكون ريليتد يعني له علاقة بمرض سيستميك، يعني مرض زي ما قال الدكتور. ولما بيعملوا تحاليل، أنا كنت هسأل الدكتور بس يمكن نجاوبها أثناء الإجابة على الأسئلة، إن التحاليل بتاعت الأمراض بتاعت الروماتيزم وبتاعت الجهاز المناعي مختلفة عن ان واحد يروح لشوف للدكتور يقول له هعمل لك تحاليل عامة نشوف الكبد والليفر والكيدني والخلايا البيضة وكده، بعضها يمكن يبين ان في حاجة مش طبيعية، لكن لازم الدكتور اللي بيطلب التحاليل يكون حاطط في مخه وبيدور على ايه. فنصيحتي ليكي تروحي لدكتور قبل ما تاخدي الكورتيزون، لان الكورتيزون لو استعملتيه قبل ما تتشخصي ممكن يغطي الحاجات اللي بتوصل لتشخيصك، يعني زي واحد بيخبي حاجة فما بيشوفهاش. فقبل ما تاخدي الكورتيزون نصيحتي ان انتي تتشخصي الاول، حتى لو الكورتيزون هيريحك بس هيضيع فرصة ان انتي تتشخصي تمام. هل ده طيب. يعني هو انا معلش سؤال تاني، انا ابتديت ان انا اخذ الكورتيزون لاول 3 ايام، فهل ده لو انا وقفته ممكن يضر اكتر ولا؟ هو عامه الكورتيزون لما بناخده لو احنا خدناه اقل من اسبوعين ممكن نوقفه على طول، انا ما بنصحكيش توقفيه على فكره، لان انا برضو ما شفتش الحاله والدكتور اللي شافك هيبقى احسن مني في حاله زي كده. لكن انا بتكلم دلوقتي عام، انا هنا للتعليم اكتر من ان انا بشخص، لان ما حدش يقدر يشخص من غير ما يشوف العيان. لكن الحاجه المهمه قوي ان قبل اسبوعين ممكن نوقف الكورتيزون، بعد اسبوعين بنضطر ان احنا ندرج الكورتيزون بطريقه يعني ايه حسب كل مرض بيتدرج بالراحه لتحت، نوقفه بعد كده ما نوقفوش مره واحده، لان لو وقفناه مره واحده ممكن يعمل مشاكل كبيره قوي. لكن في خلال اسبوعين لو اسبوع مثلا
لو حد خد المد ممكن يوقف على طول مش مشكلة، لكن أكتر من كده لازم يتوقف تدريجيا بالراحة برضو بتعليمات طبيب. عشان عندنا مكالمات كتير هلخص لك القرار اللي تعمليه، يعني أساعدك قصدي. ما توقفيش الكورتيزون، اتصلي بالمكتب وروحي للدكتور قولي له هل ممكن أشوف أو تعملي تحاليل أعرف اسم المرض بتاعي إيه قبل ما ابتدي أتعود على الكورتيزون، أو الكورتيزون يخففني وإحنا مش عارفين إيه اسم المرض. اقترح عليه كده. هل لك نصيحة للناس اللي عندها وجع زي كده دكتورة ميري في العلاج الطبيعي؟ هي قالت كلمة أنا خدت بالي منها، قالت أنا ما بصحى الصبح مش بقدر أتحرك خالص لمدة طويلة، مش بقدر أحرك رجليا. يعني أنا أفتكر مرة كان عندي مريضة وكان عندها السيمتومز دي أو الأعراض دي، وفعلا حتى بعتها للدكتور سامي وعمل لها تحليلات كتير، ولقى إن عندها نقص فيتامين دي شديد جدا جدا جدا. فساعات بيبقى حاجة نادرة كمان، يعني فساعات بيبقى نقص الفيتامين دي ده بيعمل أعراض غريبة ووجع شديد جدا في الجسم، ومحتاجة إنها فعلا يتعمل لها تحاليل كاملة عشان تتشخص بطريقة صح. نشكرك. أنا ما أعرفش، أنا نسيت إن أنا أذكر ده، أنا عندي أنيميا جامدة، فهل ده ليه علاقة يعني ولا؟ هو أنا كده ابتديت أفكر لو عندك أنيميا إن ده ممكن يدخلنا في موضوع روماتويد أرثرايتس، أنت لأن أكتر من جوينت وفي نفس الوقت الركبة والإيدين، السن ده تيبيكال سن للروماتويد أرثرايتس، بعين العيان بتاع الروماتويد بيجي له أنيميا في نفس الوقت بيجي له التهاب، الالتهاب بيكون عالي، لازم تحاليل، لازم تتشافي دكتور متخصص، وكل ده بيتعالج. الانيميا بتتعالج مش بالايرن والكلام ده، الانيميا بتتعالج بمعالجه الروماتيزم، لان لما بنعالج الروماتويد الانيميا بتتحسن، فده مهم قوي. بس انا برضو ما بشخص كيس روماتويد، يعني برضو اجين انا بقول لك دي كلها بتفتح نقط للناس تتعلم مننا حاجه، لكن مش هنقدر نشخص بالتليفون، لازم حد يشوفك متخصص وهو اللي يقرر. بالظبط. شكرا. ناخد السؤال اللي بعده. اهلا. هلو. مساء الخير، ازيك يا دكتوره شهيره؟ مساء النور، اهلا بيك. صوتك كده مغير الف الف. صوتي مش قادر اغني اللي قديم عليه. لا لا، بنشوفك باستمرار وفي البرنامج وعارفين. علي صوتك شويه لو سمحت. تابع برنامج باستمرار وعارفين المجهود اللي بتبذليه سواء كنا او في بعض. الله يخليك. وربنا يديم محبتك. انا اقول لك حقيقه، لو ما كنتوش انتوا المشاهدين موجودين ما كانش يبقى في داعي خالص للغز، فاحنا اللي بنشكر. ربنا يديم لغز. اتفضل حضرتك بالسؤال. عندي سؤال للدكتور سامي، هو كان جاوب جزء منه بخصوص الفاد افكت بتاع الكورتيزون. انا خدت كورتيزون شاب في ماي ليفني، وبعد كده حسيت بتحسن كبير. لمده قد ايه اخدته؟ انا اخدت وان شوت اونلي. شوت وان. وان شوت اونلي. وبعدين بعد فتره صغيره من الشوت الاولانيه حسيت في نفس الركبه، يعني في الاذر سايد من نفس الركبه حسيت بالم اكتر. الالم الاكتر ده ابتدى يبان مع الحركه. رحت للدكتور قال لي given like 2 or 3 weeks وبعدين we'll go over. 2-3 weeks عنده بس الألم ابتدى يروح فعلا. الساد افكت بتاع الكورتيزون شوت دي هاو باد از ات؟ الجزء الثاني من السؤال اللي هو كنا بنتكلم بس الدكتور انهم ازاي يحقنوا الغضروف الركبه عشان تافويد الني سيرجري في المستقبل، فكنت عايز اعرف. طيب. انا فهمت سؤالك. أنا واسالك يعني تجاوبه عامه، كم حقنه كورتيزون ممكن ياخدوها لنفس المفصل، وامتى يقولوا لا الخطوه الجايه اهم؟ احنا لازم الاول نقول ان اللي عمل الكورتيزون خد جائزه نوبل. الكورتيزون انقذ حياه ناس كتيره من بدايه يعني ما اتعمل، ولغايه دلوقتي بينقذ ناس في امراض زي الفاسكولايتس. في ناس بتموت لو ما خدوش الكورتيزون.
لما بنقول سايد افكت في كورتيزون بنتكلم على الكورتيزون العيان بياخده كل يوم لمده سنه 2 3 5 10، زي عيان اللوبس الذئبه الحمراء، زي عيانين الازمه لما بياخدوا كورتيزون، حتى الانهيلر لما بياخدوا كده كل انهيلر ب 5 مللي جرام في اليوم او 10 مللي جرام. فاحنا بنتكلم على الناس دي بتاخد من ايام وهم صغيرين عندهم سنه واتنين وبياخدوه طول عمرهم. بنتكلم على الكورتيزون للناس بتاخده بامراض المناعه او امراض اللي هو اديسون ديزيز، امراض اللي هو الغدد ما بتتحركش بتاعت الكورتيزون. لازم نعرف نقطه تانية، ان كل جسم، كل واحد فينا لازم على الاقل الجسم بيفرز في حدود 7 مللي جرام كورتيزون في اليوم، بريدنيزون كورتيزون في اليوم 7 مللي جرام. انت لو ما عندكش السبعة مللي جرام بتوع الغده اللي بتفرز الكورتيزون في جسمك مش هتقوم من النوم، مش هتعرف تتحرك. فاحنا محتاجين كورتيزون عشان نعيش، اللي هو اللي ربنا خلقه لنا. نيجي بقى نتكلم على الحقن. يعني المشكله بتحصل للناس اللي بياخدوه بكميات كبيره، زي عيان اللوبس الذئبه لما بياخد 40 مللي جرام في اليوم لمده 20 سنه او 10 سنين، ده بيحصل مشاكل. نيجي بقى للحقن. الحقن بتاعت الكورتيزون ممكن ناخد لغايه 3 او 4 في السنه لمفصل واحد، يعني الركبه مثلا ممكن لغايه 3 أو 4. إيه ما بتعملش في بعض احيان ممكن تحصل مشاكل التهاب او ممكن اللي هو الهشاشه، بس مش كتير. لو حصل ان احنا اديناها بالطريقه دي مش كتير، مش مشكله. لما يكون واحد رجله ورمه يتسحب له الميه وتاخد حقن كورتيزون، بالعكس بيبقى كويسه جدا. احنا عندنا اعتقاد خاطئ في مصر، وانا قبل كده اتكلمت عنه كذا مره، لما حتى كده، ان في فكره خاطئ في مصر ان حقنه الكورتيزون دي حاجه وحشه. مش هي دي الحاجه الوحشه، الوحشه الكورتيزون كل يوم. فدي نقطه مهمه قوي، بتحسن الالم والالتهاب. يعني اللي هو الساينوفيوم ده بيكون ملتهب، نديك الحقن الكورتيزون فبيضيع الالتهاب. ليه الوجع رجع لك تاني؟ لان انت عندك احتمال يكون في خشونه في الغضروف، فده محتاج حقنه واحده كورتيزون ما تزيدش، مش هتكمل اكتر من 3 اشهر، محتاج مش حقن كورتيزون تانيه، محتاج علاج. العلاج يكون حاجات تانيه. ايه اخر علاج بنعمله دلوقتي؟ زي ما قلنا احنا اتكلمنا عن حقن تانيه غير الكورتيزون للخشونه، اللي هي حقنه الزيت. إيه ودي من الحاجات اللي احنا بنديها، لإما حقنة واحدة بس أو كل 6 أشهر أو 3 حقن كل 6 أشهر أو 5 كل 6 أشهر. ودي زي بالظبط زي ما بتعمل إيه، بتاخد العربية التيون أب أو الزيت بزيت الركبة، نفس الفكرة. حاجة جديدة نزلت أحب أنا أعرفها برضو للناس، اللي هي دي الحقن اللي بتتحط في الركبة، جوه الركبة في المفصل، جوه المفصل. بيسموها في مصر حقنة الزيت، هنا بنسميها طبعا الهيالجن. دي هيها هو متاخده من عرف الديك. عارف الديك لما في عرف احمر كده بياخدوا، ايوه بياخدوا من العرف الديك دوت الماده اللزجه ديت وبيحقنوها جوه الركبه. دي بتعمل زي السهوله في الحركه لمده 6 اشهر، بس دي احسن لما يكون ايرلي، يعني روماتيزم مش جامد، ايرلي او ميدل، لما عين يكون عظم على عظم، يعني مفيش غضروف خالص، بقى صعبه ما فيش تغيير. لكن في حاجه جميله انا احب اتكلم عليها النهارده وهنبتدي نسمع عنها شويه كتير، حاجه اسمها بليتليت فريسز، ودي بتتعامل في سنترز معينه، وفوجئت انها بتتعامل في العالم العربي برضو، يمكن سبقونا شويه هنا كمان. لكن عامه بتتعامل ازاي؟ بياخدوا دم من الوريد وبيحطوه في جهاز معين يشيل كل الحاجات بتاعت الدم من الانسان نفسه، يعني بيتاخد دم من الانسان نفسه ويخلي حاجه اسمها البليتليت. البليتليت اللي هي الصفائح الدمويه، الصفائح الدمويه ديت بتعمل زي ايه؟ هي دي زي هي دي اللي بتمنع الواحد لما بيجي ينزف توقف النزيف، هي دي اللي بتبلدك سام كارتليج بعض احيان، او ممكن بيسموها زي الستيم سيل، اللي احنا بقى بنفكر دلوقتي نفكر على موضوع الستيم سيل. هي فكره زيها، وبتتعمل هنا في لوس انجلوس في 2-3 دكاتره بيعملوها. دي بتتعمل بتقوم بتهيل سام اوف ذا كارتليج وبتقلل الالم. للاسف لغايه دلوقتي مش ابروف باي انشورنس، بتتكلف $1,500 الحقنة، محتاج 3 حقن عشان سيشنز، وبعد كده تتكرر كل 6 اشهر كمان، فبنتكلم على مبلغ كبير. لكن دلوقتي بيعملوا الموضوع ده في كل الجسم، انا سمعت مره بيعملوها مثلا في دبي للتجميل في الوش، بياخدوا البليتليت فريسز لحاجه زي كده، بيعملوها في انت تسمع طبعا عن كوبي براين لعيب السله المشهور هنا في لوس انجلوس، ده برضو في التنس البو بيحنوها في اللي هم الاوتار، التهاب الاوتار. يعني ممكن تتاخد اني جوينت، اني بليس، حتى مش جوينت، في وتر او تندن. اوكي طيب، نشكرك على سؤالك. احنا بنشكركم باستمرار، وربنا يكمل الشفاء مع صوتك بخير يا دكتور. نشكرك جدا. و تحبي تعلقي نقطة بسيطة للناس اللي
تعبانين قوي وبياخدوا حقن، بتعملي لهم ايه علاج طبيعي او تنصحيهم بايه يا دكتوره؟ وبعدين ناخد بقيه الاسئله. لما يكون في حد عنده التهاب خفيف او التاكل الغضاري خفيف بيستجيب للاثنين مع بعض، يعني احنا بيبقى مفيد جدا ان حد ياخد حقنه كورتيزون ويجي بسرعه ياخد علاج طبيعي علشان تكون الافاده من الناحيتين، لان الكورتيزون يخفف الوجع بدرجه كفايه يسمح له ان هو يعمل علاج طبيعي ويعمل تمرينات ويقوي العضلات، فبيبقى زي كاتاليست يعني مساعد لان فعلا يتحسن كتير وان هو يحصل تحسن سريع. فيعني بنشجع على العلاج الطبيعي في الوقت ده. طيب نشكرك. احنا معانا مكالمات كتيره هنحاول ناخدهم كلهم. ارجو اللي يدخل بسؤاله. وقبل ما نبتدي المكالمات اديكوا فرصه تاخدوا كتاب من كتب البابا شنوده الاسئله بتاعتنا. عايزين ثلاث اشخاص يقولوا لنا كل واحد ثلاث اعياد لبعض قديسين الكنيسه اللي حصلت في شهر يوليو. شهر يوليو كان مليان بالمناسبات الحلوه. فالنهارده مثلا هقول لكم واحده، كان عيد نياحه الانبا افرقام السورياني، بس اللي هيقولها واتنين كمان برضو مش هحرق لكم واحده يعني. فدي حاجة. الحاجة التانية مهم جدا، سؤال تاني بعد ما اتكلمنا شوية، ايه اللي الانسان يقعد مع نفسه لو عنده وجع في مفاصله يقول لنا حاجتين تانيين يشوفهم في جسمه علشان يقول انا احسن لي اروح للدكتور بتاعي واقول له انا حاسس ان انا محتاج اروح للدكتور بتاع روماتولوجي او المتخصص في امراض المفاصل والروماتيزم. ده سؤال. سؤال تاني جاوبته مهم خالص الدكتورة ميري، امتى نستعمل كمادات مية ساقعة وامتى نستعمل كمادات ميه سخنه عشان ما نلخبطش، لان ممكن اللخبطه تاذينا. فعندنا انا قلت ثلاثه ولا اثنين لاعياد، عندنا خمس كتب للبابا شنوده. واحب اقول ان جالنا بعض كتب انطلاق الروح للناس اللي كانوا حاجزين هتوصل لكم قريب. نكمل أخدنا للأسئلة، واللي عنده الإجابة ممكن يدخل ويقولها لنا أثناء النص ساعة اللي فاضل لنا. اللي معانا على الخط يتفضل. هلو، مساء الخير. مساء النور. موضوع شيق للغاية. مرسي خالص. أنا مشكلتي التقلصات الشديدة اللي بتيجي في صوابع اليد وفي صوابع الرجلين القدم، يا ترى بيها علاج او هل ده روماتيزم؟ طيب مفيش اي انعواج او ديفورميتيز مع التشنج؟ نو ديفورميشن. نو. والصبح ولا بالليل ولا طول النهار؟ اعتقد بتيجي في اي وقت حتى اثناء السواقه كمان. طيب. طب في اي امراض تانية زي سكر، ضغط، اي حاجه؟ في سكر وفي ضغط. كم سنة؟ بقالها دي يعني؟ لا، السكر بقاله كم سنة؟ أعتقد سنتين تقريبا. اتنين؟ أيوة، سنتين. طيب أوكي. وأدوية الضغط فيها حاجات مضرة للبول؟ أدوية الضغط مش عارف الحقيقة. أوكي. طيب أنا هقول لك التقلصات اللي بتحصل في العضلات دي لها كذا حاجة. يعني اكتر حاجه بتبقى الحاجات اللي هو الالكترولايت بروبلم، يعني ايه؟ نقص في المغنيسيوم، نقص في البوتاسيوم، او ممكن يكون في اي حاجه بتخلي العضله نفسها مثلا فيتامينز ديفيشنسي ولا حاجه. فمن ضمن الحاجات اللي بنعملها
ان احنا لما نشوف الادويه اللي بناخدها لو فيها حاجه مدره للبول زي هيدروكلوروسايزايد والليزكس والكلام ده، دي ممكن يكون في نقص البوتاسيوم، فممكن نعمل تحاليل بوتاسيوم او ماجنيزيوم او الكلام ده كله بيبين الموضوع ايه. طبعا مع التحاليل العامه للعضلات اللي هو المسل انزايم والحاجات دي كلها. يوجوالي لو كنا بنعالجها زمان بدواء جميل قوي سكواناين وسحبوه من الماركت، لكن النهارده في حاجات ممكن ناخدها. من الحاجات اللي بناخدها المغنيسيوم اوفر ذا كاونتر. المغنيسيوم اوفر ذا كاونتر من الحاجات اللي بتساعد التقلص العضلات، ممكن نحاول ناخدها 500 ملي جرام او 1000، ده اوفر ذا كاونتر بتلاقيه في كل مكان. الحاجه الثانيه يتعمل تحاليل يتشاف هل في نقص لاي نوع من الالكترولايت او في حاجات في العضلات او في اي حاجه، لكن هي مش مرض روماتيزمي قوي لو هي مجرد بس تقلص في العضله. ده التهاب بيحصل ان النيرف العصب بيحصل ان هو بيتقلص مع بيعمل تقلص في العضله نفسها، لذلك بعض احيان بنديها نيورانتين او جابابنتين. ممكن ناس تاخد ليريكا حبايه واحده في الليل، دي ممكن بتساعد الموضوع ده طول اليوم بعد كده. فدي كلها حاجات ممكن نسال الدكتور عليها، بس لازم تعمل تحاليل نطمن على الالكترولايت والفيتامين ديفيشنسي واي حاجه تكون ناقصه في الجسم عايزه تتعمل. الايرن مهم قوي، لو في انيميا وفي ايرن ديفيشنسي لازم يتريبليس، لان من ضمن الحاجات اللي حتى بتعمل بيسموها ريستلس ليج سيندروم، بيخلي الليج تتحرك تجامب طول الليل، يقول لك رجليه بتجامب من كتر التقلصات بالليل. دي كلها ممكن يكون نقص في الايرن معين، وخاصه في ناس معينه عندهم حاجه نقص الايرن ما بيحصلوش ابسوربشن في البادي. هخلي الدكتور اميري تقول لك تعليق كمان، بس اسالك انت بتاخد حاجه تنزل الكوليسترول زي فيتورين او نعم؟ بس اعتقد انا بعمل تحليل دم بانتظام، يعني بتاخد حاجه زي الليبيتور كريستور فيتورين او لا ما بتاخدش حاجه للكوليسترول؟ لا. طب خلاص اتفضلي يا دكتوره ميري تقولي له يعمل ايه الصبح، تمارين ايه؟ هو احنا بنقول دايما كمان ان العضله الضعيفه عضله موجوعه ومتعبه وممكن يحصل لها التشنجات دي، فمهم قوي ان يكون في ستريتشنج للعضله دي، يعني بنشدها وبنفردها وبتعمل تمرينات معينه. فلو في حد علاج طبيعي قريب منك ممكن يساعدك في انك تعرف ازاي تفرد العضلات دي، طبعا بعد ما تتاكد من تحاليل ان مفيش نقص في الحاجات اللي هي ممكن تكون عامله تقلصات دي لسبب عضوي، مش لسبب ان العضله ضعيفه او 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 مجرد يعني فيها كرامبات او كده. بس هو ممكن يصحى الصبح يعمل شويه طبعا يعني ممكن يعمل تمرينات، بنعمل تمرينات شد وبنعمل بنوري العيانين ازاي ان هو يشد العضلات بتاعته بحيث ان هو يفردها، بس كمان بنديهم حاجات زي نوع من العجين المقوي لعضلات الايد وبيقدر يشتغل بيه يعني throughout يعني اليوم يعني صلصال زي الصلصال كده بالظبط زي الكوره اللي عامله زي السفنجه جامده. ما تخليش الكوره بتفرق قد ايه، يعني انا لسه عندي واحده كانت جايه زياره من مصر وقاعده هنا شهر وكانت جايه بوجع شديد جدا والتهاب وتريجر فينجر الصبع بينطر لوحده، ومجرد انها لمده شهر بس اشتغلت بالصلصال ده الوجع اولموست 90% راح من ايدها. طيب نرجو دي تكون الوضع معاك. اللي معانا سؤال كمان يتفضل. هلو اللي معانا على التليفون اهلا بيكي. المخرج دخل لنا مكالمه كمان. هلو اهلا بيكي اتفضل. الو سلام المسيح معكم. ميرسي خالص ومعاك بتشكركم على البرنامج الحلو. اهلا بيكي اتفضل بسؤالك حضرتك. اوكي انا عندي ركبتي اليمين بتوجعني، لكن وقت بس لما بأرفف بتوجعني، يعني بطلع الدرج وبنزل او بتمشى ما بتوجعني، لكن وقت الارفف لما بأرفف وبقوم بتوجعني. رحت شفت الدكتور قال لي هي ما فيها شيء، صورني عفوا قال لي ما فيها شيء، قال لي عنده كثير زباين بيجوا عندهم هالوجع هذا. طب قلت له دكتور من شو هذا الوجع؟ قال هذا بيجي هيك لحاله، يعني مع انه انا ما عملت اي موفمنت، يعني اي حركه غلط يعني، ففجاه اجتني هالوجع هذا وقت الارفف فقط بتوجعني. ايش السبب دكتور؟ مع انه انا يعني قال لي نصحني قال لي خذ تايلانول، يعني تايلانول فقط، لكن انا بقاله قد ايه الوجع؟ نعم بقاله قد ايه الوجع؟
له تقريبا يعني ان شاء الله شيء 6 شهور 7 شهور. 6 شهور وفي مفصل واحد؟ بمفصل واحد بس اليمين. بيزيد مع التايلينول ولا مش عامل فرق؟ لا لا ما عمل اي فرق، لانه انا باخذ سبع مسكنات يعني تقريبا كل يوم باخذ مسكنات. كم سنه؟ بنوع يعني من تايلانول للادفيل للكودين، لكن حطيت فولتران عليه، فولتران كمان ما استفدت. حضرتك كم سنه؟ انا 44. يعني صغير يعني. هو في الحالات زي كده علاج طبيعي يبقى احسن حاجه ليه اكتر من اي حاجه، وبعدين في السن الصغير يعني ما بيبقاش الخشونه حاجه اسمها كوندروماليشيا، حاجات اللي هي اللي تحت الباتيلا، صابونه بتاعه الركبه بتكون فيها بعض الالتهاب البسيط. بس العلاج الطبيعي انا وانا نفسي اسمع من دكتوره ميري يعني عن العلاج الطبيعي للركبه، ازاي نقوي العضلات بتاعه الركبه. هو اصل الوجع بتاع الركبه بالذات ده ممكن يحصل لما يبقى في اي ضعف في اي عضله في الفخذ كله، او تحت عند ورا القدم الحته اللي بنقول عليها الكاف ماسلز، او لو في اي شد عضلي او قصر في العضلات دي على طول ممكن سبب في وجع في الركبه. وممكن بعلاج يعني الفتره قصيره جدا يقدر ان هو يحطك على برنامج تقويه. وعلى فكره احنا عندنا هنا في لوجوس في سي دي بتاع تمرينات عاملينها للرجلين علشان تقويه الرجلين، فلو حضرتك عايز تشوف بالظبط بالتفاصيل التمرينات نفسها ممكن تتصل وتطلب السي دي ده، حاجه رمزيه. بس مهم قوي 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 انك تعالجه بسرعه قبل ما يسبب في مشاكل تانية. ممكن يسبب بقى مشاكل في الجوينت اللي فوقيه والجوينت اللي تحتيه، وممكن تبتدي تحمل على رجلك التانية لان دي مش قادر تحمل عليها، فتبتدي تعمل مشاكل في الركبة التانية. الحاجة اللي بتهمل او بنسيبها لان احنا مش عارفين نعالجها ازاي، ممكن تبتدي تعمل لنا مشاكل في المفاصل التانية اللي في نفس الرجل او حتى في الرجل التانية. الحاجة المهمة اللي انا اطلبها منك ما الو اتفضل. طيب ما في غير التمارين مثلا علاج يكون يعني يفيدني يعني غير التايلانول؟ ما فادني صراحه يعني. انا هقول لك الحاجه المهمه اللي لازم تعمل ان يتعمل ام ار اي، لان لو في منسكس تير، في تير في المنسكس جوه، في قطع في المنسكس لازم يتشاف. ممكن برضو نشوف هل في اي حاجه جوه الركبه فيها مشكله. لو كل حاجه طلعت ما فيش تير في المنسكس، لان لو في تير في قطع في المنسكس لازم تعمل له ارثروسكوبيك سيرجري، حد يدخل ويصلح التير، وده كل حاجه بتروح خالص بعدها. لكن لو هي مجرد الم نتيجه لان في التهاب او روماتيزم في ظهر الصابونه، فممكن نديك حقنه كورتيزون بتنفع، ممكن تاخد حقنه اللي هي العرف الديجيتال سانفيسك او الكلام ده برضو بتنفع، ومع التمارين اللي تعملها كل يوم لتقويه الكوادريسيبس ولا حاجه اللي هو العضلات بتاعت الفخذ دي، كلها حاجات بتنفع. لكن اهم حاجه اجين في حالتك لو هي ركبه واحده وتعبك لفتره طويله، لازم تعمل ام ار اي على الركبة علشان تطمن ان مفيش حاجة تانية قطع محتاج حاجة جراحية. شو هي دكتور MRI؟ MRI اللي هو الرنين، اشعة الرنين المغناطيسي، اشعة معينة بتشوف التشو، لان الاشعة العادية اللي هي الاكس راي العادية ما بتشوفش المنسكس، ما بتشوفش اللي هو الغضروف. يعني سكان حضرتك بتقول سكان يعني. اللي هي بيسموها رنين مغناطيسي اللي هو معين، دي احسن حاجه للركبه، دي بتشوف لو في قطع في الغضروف ولا لا، في قطع معين جوه. ما طلب لي هالشيء هذا، لما شافه بالصوره قال لي ما في شيء، فقال لي قلت له يعني يعني ممكن اشوف دكتور ثاني غيره. لا هقول لحضرتك حاجه، السي تي سكان اللي انت بتقول عليه دي اشعه بس بياخدوها كل مثلا نص ملي ففيها اشعاع. الام ار اي دي مغناطيسيه فما فيهاش اشعاعات، بس بتبين اكن الدكتور فتح وبص بعينيه وشاف ايه. لو اللي بيعملوا هذا قبل مره، طيب اللي بيقول لك عليه التير ده اللي عارف اللي بيحصل للناس اللي بتلعب فوتبول اللي هو السكر كره القدم. نعم. ساعات بيحصل لهم في وضع معين يقوموا كسرين قاطعين الغضروف قاطعين الغضروف اللي جوه
او كسرين حته من فدي الحاجات دي ما بتبانش ان الدكتور يتني ويفرد، بتبان بالام ار اي. كمان احب انبه لو الوجع عندك على حاجه بسيطه، في ناس عندها رجل اطول من رجل بحاجه بسيطه جدا بمثلا سنتي زياده، بحيث تعيش بيه طول عمرك وانت مش دريان، لكن مع الزمن ممكن ياثر. فساعات بتبقى دي السبب، ودي ساعات توجع الظهر على الزمن. فممكن الدكتور يتاكد ان انت مثلا الحاجات البسيطه دي اللي ممكن علاجتها بان يحط لك حاجه في الجزمه تعلي الرجل القصيره شويه، تشيل من عليك يعني عايز دكتور مهتم شويه اكتر من ان هو يقول لك دي حاجه بسيطه خد الوجع خدها. فابتدي مع دكتور، اذا كنت مش مرتاح غير الدكتور وفهمه ان انت غيرته عشان عايز واحد مهتم شويه. بنشكرك على سؤالك. يعطيكم الف عافيه، ميرسي. اهلا بيك. ناخد سؤال كمان. هلو. ايوه اهلا بيك، اتفضلي بسؤالك حبيبتي. اهلا سبا، اهلا، مساء الخير. مساء النور. اهلا يا انا الحقيقه عندي مشاكل كتير قوي. عندي لوبس، وعندي اوستيوارثرايتس، وعندي دبس الورد، عندي الهيباتايتس سي، فمشاكل كتير قوي. طب انا هقول لحضرتك حاجه. نعم. مش عايزين نكلفتك، عارفه كلمه نكلفتك يعني؟ يا وانا عايزه طيب. اسمع كمان. فانا عايزه حضرتك تسيب لنا نمرتك علشان الهيباتايتس سي، انا ليا اجابه عندك واسئله طويله عشان أوكي. نقدر نساعدك في حاجه كويسه خالص. والدكتور هيطلبك علشان اللوبس، لان انت عندك مواضيع عايزه دقه ونصايح اكتر من خمس دقايق. فسيبي تليفونك واسمك وهنتصل بيكي. طيب وعشان الركبه بقى، الركبه بقى انا عايزه اتكلم. محتمل تكون جزء من اللوبس، هيجاوبك عليها الدكتور لما يجاوب. لا دلوقتي الركبه لها في خط الحقنه. خط الحقنه ساينفيسك 3، خط حقنه السنه اللي فاتت اللي هي عرف الديك، ده حاجه اسمها هيالوجين. عرف الديك اوكي. سيلفس 3. فهي قعدت معايا فتره وبعد كده ابتدت توجعني تاني. تاخديها تاني كل ست اشهر. طيب انا رحت للدكتور من اسبوعين، وراح قلت له عملت لي بقى زودت لي الانزيمات بتاع الكبد وعملت لي سكر. قلت له عايزه علاج تاني، راح كتب لي على البريسز ده البريسز، وفي نفس الوقت قال لي علاج طبيعي. فايه راي حضرتك يا دكتور؟ انا هقول لك. البريسز وجعني قوي. اولا عشان نحدد بس نكون نتكلم صح. السينفيسك اللي هو عرف الديك ما بتزودش السكر وما بتزودش الانزيمات، لانها بتبقى دي ماده جيلاتينيه بتحط جوه الركبه، ما بتعملش اي مشاكل خالص. المشكله الوحيده بتاعتها ان ممكن تحصل التهاب، لو الدكتور يعني اداها وحصل التهاب بيبقى كده يعني فيري رير، يعني واحد في المليون مثلا. لكن اللي يزود السكر هو حقنه كورتيزون، يعني ده ممكن يزود السكر بس بيزوده يوم او اتنين وتروح تاني لو واحد عنده اوريدي سكر يعني. ما بتزودش انزيمات ولا ده ولا ده يزود انزيمات الكبد، فده ممكن يكون من الادويه اللي بتاخديها او من هيباتايتس سي. انت عارفه الهيباتايتس مع فاتي ليفر اللي ممكن يزيد وينزل الانزيمات وكده. اللوبس ممكن يعمل الروماتيزم، بس يعني يوجوالي طالما في ناحيه واحده وبالطريقه دي فده معناها مور انها خشونه مع اللوبس. انا معايا اثنين ركبتين دلوقتي اتاثروا. هو بصي، لو الحقنه ما نفعتكيش اول حاجه بنديها كل ست اشهر، ما كانش احسن حاجه هو تغيير الركبه، ده العلاج النهائي، وده العلاج اللي ما فيش الم بعد كده منه، اللي هو تغيير الركبه لو كل حاجه ما نفعتش. علاج طبيعي، حقن، ادويه، وما تقدريش تاخدي ادويه عشان الهيباتايتس سي مثلا عشان اللي هو الموترين، يبقى النكست ستيب الناحيه الثانيه هو تغيير الركبه لو تقدري، لو صحتك تسمح بذلك. لا وبرضه سيبي نمرتك لو سمحتي. صحتي ما تسمحش بذلك يا دكتور، عشان انا رحت فعلا كنت هعمل العمليه، وبعدين الدكتور قال لي لا مش هقدر اعملها لك عشان انت عندك مشاكل كتير، فيري هاي ريسك، ممكن يكون بلاد كلات اور بليدنج تو ماتش اور. لا يبقى انت خلاص مالكيش حل غير انك الجلوكوزامين مع التوميريك مع الحاجات اللي هي ما بتاثرش على الكبد ديت مع حقنه الزيت دي تتكرر كل ست اشهر وخلاص، لكن هي ما بتعملش
عشان نقول كلام صح، ما بتعملش مشاكل في السكر، ما بتعملش مشاكل مع الليفر. يعني اخدها يعني مرة تاني؟ ايوة تاخديها وملاش علاقة، بس ممكن تقول لدكتور لو السكر تعبك ما تاخديش الكورتيزون قبلها. اوكي. طب والضهر تطحنة ليه يا دكتور؟ انا حاسة بضهر تطحنة كمان. ده بقى الهشاشة دي قصة تانية، ده لازم تروحي تعملي تحليل هشاشة، وبرضو ده تكلمي الدكتور. عملت تحليل هشاشة. اوكي. عملت. دي كلها روماتيزم، روماتيزم بيأثر على الجسم كله، ظهر والركب وكل حاجة من الحاجات دي. لكن برضو سيبيلي اسمك وتليفونك لو سمحتي، علشان أنا هتصل بيكي، وإذا كان الدكتور سامي ما كملش معاكي ممكن يتصل بيكي بعدها. بنشكرك وناخد المكالمة اللي بعدها لو سمحتوا. هلو؟ هلو؟ أهلا بيك، اتفضلي. هلو؟ أهلا وسهلا، اتفضلي بالسؤال. الله يخليك. شكرا ليكي وللدكتور سامي ودكتورة ميري، برنامج عظيم جدا، والحقيقة زي ما تكوني انت حاسة بيا. فالحقيقة انا عندي لمبر سباين وعندي تآكل خفيف تآكل في الغضاريف الإيليا. والحقيقة أنا عندي وجع في ظهري من سنة 2003، بس كنت بعمل علاج طبيعي وماشية. لما بخلص طبعا الألتراساوند بيعملوا لي ألتراساوند ومساج في العلاج الطبيعي، وبعد كده بدوني تمرينات كنت ماشية عليها. لكن بيجي من وقت لوقت لما بكون أندر ستريس أو متضايقة أبص على فون مرة واحدة بدون أي مقدمات، زي ما حصل لي من 25 يونيو وانا متألمه يا دوبك النهارده شويه. فانا عاوز اخد نمره الدكتور سامي واروح له في العياده، لان انا عندي روماتيزم وعندي ماما عندها كانت روماتيزم، فديت ده في العيله. وبعدين هو قال كلمه مهمه جدا لفتت نظري الحقيقه، في فيتامين دي نقص بيسبب حاجات، المغنيسيوم ده فعلا انا عندي نقص في المغنيسيوم. فانا عاوزه الحقيقه يعني اروح ازور العياده عشان امشي صح. هقول لحضرتك سيبي نمرتك، انا عارفه حضرتك مين. ايوه. وطبعا هو هيبقى سعيد جدا ان يشوفك. ايوه. وباذن الله نسمع كل اخبار حلوه عنك. الف شكر. انا عاوز اقول لحضرتك هو عيادته فين بالظبط؟ عيادته في كوفينا، وسط كوفينا وكوفينا، عند تقابل 605 مع 10 تقريبا. يعني بسهوله الوصول ليها. انا بس يا ريت نبقى في الاخر ناخد التليف، تدي التليفون لو سمحت على الهواء دلوقتي. ايوه. أوكي. لو سمحت التليفون بتاع حضرتك 626 ايوه ده الاريا كود. وبعدين اوكي هنديها لك على من الكنترول، بس هي 626 ايوه 966 1909. اوكي دي لكل الناس. والدكتورة ميري بالمرة ناخد تليفونك حبيبتي 626 ايوه 857 4711. طيب بنشكرك على سؤالك واطيب تمنياتنا ليكي. الف شكر، ربنا يديك الصحة والعمر. ميرسي خالص. معانا هناخد مكالمتين كمان وبعدين ناخد الأجوبة عن الأسئلة، علشان اللي معانا على المكالمة يتفضل. هلو. هلو اتفضل. أيوه. أنا عندي ألم. هلو.
ايوه سامعينك اتفضل. طيب انا عندي الم في المفصل بتاع الحقوين اللي هو بين الفخ والظهر، وهذا الكلام يعني من مده مره الذنب ده ومره الذنب ده، وبعدين من اسبوع حسيت بالالام في الرجلين تقريبا الساق، مش قادر انقل رجلي ولا امشي. وبعدين اخذت تايلينول، رجلي اليمين خفت ورجلي الشمال ما امشي، عدت الضغط شديد في الساق، وبالعلم ان انا يعني عامل عمليات في القلب، تغيير شرايين وتغيير صمم القلب، وعندي دايابيتس برضه. انا ما اعرفش ايه الارتباط بين ده وده وده، واوقات بيجي لي كمان الموت احيانا في الصباح بقع رجليا واحيانا في صبع ايديا. فانا رحت طبعا للدكتوره وعملت تحليل لسه ما شفتش النتيجه بتاعته، وبعدين في نفس الوقت قالت لي اشوف دكتور القلب. طب قبل ما اسيبك للدكتور سامي اسالك سؤال، انت بتاخد اي ادويه طالما عملت عمليه للقلب عشان تنزل الكوليسترول؟ باخد كريستور. كريستور اوكي. انا للعلم قبل كده كنت باخد زكور، وبعدين عمل التهاب في العضلات وغيروه وقفت الزكور وخد كريستور. حضرتك سمعت السؤال؟ نعم. طيب معاك الدكتور سامي يمكن يسألك ويجاوبك. هو الطريقة اللي انت بتحكيها دي الالام في الظهر اللي بتسمع في المفصل الحقوين اللي هو الهيبس وبيسمع في الرجلين، دي لازم نفكر في حاجة اسمها سياتيكا اللي هو عرق النسا، او الديسك اللي هو بيسمع في الرجلين الاتنين. الدكتورة also سألتك على ان دواء الذكور والكلام ده، لان دي كلها بتأدي الم في العضلات، بتأدي اول مره عمل تحليل كان الرقم عالي جدا، وحتى حولت على الامرجنسي، والمهم اخذت العلاج ومش العام وغيرتها غيرتها لكريستوف. لا بس ده يعني يؤدي الى الم في العضلات، لكن عامه الفكر اللي انت بتقوله دي السياتيكا. السياتيكا اللي هو ضغط على العصب اللي جاي من الظهر، اللي هو عرق النسا بيضغط على عصب الظهر، بيجي مع السن الكبير شويه بيحصل ديسك زي روماتيزم في الظهر، فبيضغط بيعمل ديسك، الديسك بيطلع يضغط على العصب فبيسمع في الرجلين، الاول يعمل الم بعد كده تنميل وبعد كده ضعف في الرجلين. إيه علاجه الاتي؟ طبعا بما انك انت عامل عمليه في القلب فصعب تعمل عمليه في ظهرك انلس يعني انها تكون حاجه جامده. الاول طبعا بنعالج بعلاج طبيعي، ادويه زي الجابابنتين والنيورانتين والحاجات اللي هي بتاعه الاعصاب. الحاجات التانيه اللي بنديها حاجه الالم برضو، والمهم قوي كمان ان احنا في حقن بتتاخد في الظهر اسمها ابيديورال انجكشن. الحقن دي بتتاخد بدكتور بتاع متخصص في البين مانجمنت انستيسيولوجيست اللي هو بتاع متخصص الالم، بيدي حقن في الظهر. الحقنه ممكن تدي ريليف لمده 6 اشهر، وبعدين بعد كده طبعا مع كل الموضوع ده لو ما استجابتش يبقى النكست ستيب هو العمليه. لكن الفكره الاولانيه اللي هو العلاج الطبيعي ينفع كتير قوي، ونسمع من دكتوره ميري ممكن يتعمل ايه في الظهر في حاله زي كده. عايز اسال حضرتك، هل حضرتك وقعت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا؟ حصل اي وقعه؟ لا ما فيش اي وقعه. هل حضرتك عملت ام ار اي او اشعه مغناطيسيه؟ اظن عملت قبل عمليه القلب. وهل لقوا ان في اي حاجه في الام ار اي؟ هي بتقصد الام ار اي على الجزء مش ملهاش دعوه بالقلب، الجزء التحتاني من العمود الفقري، ودي ممكن يعني ما بيحتاجوهاش عشان يعملوا عمليه القلب، يعني ممكن تكون حاجه حصلت بعد عمليه القلب، فدي تبقى اول خطوه وبعدين العلاج الطبيعي. اتفضلي يا دكتور. هو اصلا ساعات بيحصل حاجه اسمها بيريفورمس سندروم. بيريفورمس سندروم دي عضله بتغطي عرق النسا بتمشي من فوقيه، وساعات والعضله دي بتبقى في الفخذ من ورا ومحل ما بنقعد بالظبط،
وساعات العضله دي لما بيحصل فيها قصر شديد جدا بتضغط بطريقه شديده جدا على العرق النسا يعني. بتقرص عليه وبتسمع في الرجل كلها وبتجيب وجع شديد جدا، الواحد ما يقدرش يقف ولا يمشي ولا يتحرك. طبعا بدرجات متفاوته، فالعلاج الطبيعي ممكن يفيدك ان هم بيعملوا ستريتشنج على العضله دي وبيعملوا لها علاج طبيعي وبتفك بسرعه شديده جدا، يعني ممكن تستجيب في خلال شهر وتلاقي نفسك احسن بكتير. بتفضلوا يعمل MRI قبل العلاج الطبيعي عشان لو كان العصب مزنوق او حاجه؟ ديبندنج على الانشورنس، في بعض الانشورنس بيطلب ان احنا لازم نعمل علاج طبيعي قبل ما يوافق على ان يعمل MRI. طيب. لو العلاج الطبيعي ما حصلش منه استجابه في خلال 12 جلسه الانشورنس يوافق على MRI. لكن ما فيش خطوره يعني؟ ما فيش خطوره. يعني حضرتك بتقدري تحددي تعملي قد ايه من غير ما تعرضي لاي مشكله؟ الدكتور العلاج الطبيعي الشاطر يقدر يعمل علاج طبيعي من غير ما يعمل التهاب لا في الاعصاب ولا يزود الحاله اللي عندك. الساعة تتريح. طبعا بننصح بالذات في السن الكبير ان تبقى سائع على الظهر مش سخن، لان السخن ممكن يعمل ورم خفيف قوي وده يضغط على الاعصاب اكتر. طيب شكيت في الرجل الشمال ممكن يكون فيها بلاد كلوت، ده اللي خفت منه يعني. يكون فيها ايه؟ بلاد كلوت. قصه ثانيه دي. دي لازم طالما شاكك لازم تعمل الترا ساوند على الرجل. البلاد كلوت مش هتقعد مده طويله وبتورم الرجل وبقى دافيه. لا مش هورم. وبتبقى بس دي بسهوله تشخيصها، بتتعمل بالترا ساوند، ما فيهوش اي انفيجن، ما فيهوش اي خطوره يعني. شكرا جزيلا. طيب احنا لو معنا مكالمه واحده تقول لنا الاعياد بتاعه شهر يوليا قبل ما نقفل. واحدة بس. كرياكوس ولوريتا، قديس كرياكوس وقديس لوريتا. بيقول ايه؟ قديس كرياكوس. القديس سرياك. طيب احنا بنشكركم جدا، وقبل ما اختم واقول لكم الاجابات احب اشكر الدكتورة ميري شهيد، باركتينا وشرفتينا، والظاهر ان احنا اكيد لنا قاعدة تانية نفس الفريق. بنشكرك يا دكتور سامي متياس، وربنا يعوضكم ويديكم كل نعمة وتكونوا بركة لكل الناس. اقول لكم شوية، اديكم الاعياد القديسين بتوع شهر يوليا. أول واحد في يوم واحد كان شهادة القديس موسى الأسود، الثاني كان شهادة القديس بطرس خاتم الشهداء، كان في عيد طبعا اليوم 12 استشهاد القديس بطرس وبولس الرسول، القديس شنودة رئيس المتوحدين، القديس العظيم جدا جدا في تاريخ الكنيسة، كان يوم 14. يوم 15 قديس تاني كلنا بنحبه الأمبابيشوي حبيب مخلصنا الصالح. النهاردة زي ما قلنا إبراهام السورياني. عندنا قديس ذهبي الفم يوحنا ذهبي الفم، وواحد من الرسل القديس يعقوب التلميذ اللي هو كان أسقف أورشليم، واحد من السبعين رسول، فتلميذ قصدي يعقوب، وواحد من السبعين رسول. وعندنا عيد الأنبا كيرولوس عمود الدين اللي حمل إيمان زي الأنبا أثناسيوس الرسولي بتاع بدعة نسطور، ده جاي في آخر الشهر. وبكده نحب قبل ما أختم أسمع كلمة واحدة من الدكتورة ميري بصوتك الحلو. يعني أنا بنصح دايما الناس إن هم يتحركوا كتير، يبقى في حركة كتير. أنا عندي عيانة 94 سنة بتمشي 3 مايل كل يوم لأنها طول عمرها بتتحرك، فالحركة مفيدة. القعدة كتيرة متعبة، وحتى لو في وجع شوية حركة صغيرة مش هتضر. يعني نقلل التلفزيون والكمبيوتر. دكتور سامي نصيحة
يعني أنا بنصح برضو بالإكسرسايز كل يوم، الأكل يكون هيلسي، لازم نكون في نروح الصن يعني الشمس ولو حتى 10 دقائق 15 دقيقة في اليوم عشان فيتامين د برضو. المور فيجيتابل وفروتس، وتراي تو لوز ويت عشان تقلل الحمل على الارثرايتس. لما يكون في ارثرايتس، وجع في الصوابع او في الرجلين او شاكك في اي حاجه، روح على طول بدري الدكتور، ما تستناش كتير، لان لما نستنى بيحصل ديفورميتي، يحصل دامج، يحصل اعوجاج في الايدين، وساعتها ما نقدرش نرجع. النهارده احنا بنعالج كل معظم انواع الارثرايتس بالذات الروماتويد، وكل عينين بتبقى طبيعيه خالص، بس المشكله ان العين بيجي متاخر سنه سنتين في التشخيص، بيأثر انه بيحصل مشاكل كتيره قوي. فمهم جدا التشخيص البدري، مهم جدا نحافظ على نفسنا باكل كويس وحركه على طول. بنشكركم، بنشكر الاستاذ ابراهيم ماتا، مدام روز عوض، الاستاذ البير مخيل، مدام الين ابراهيم، والاستاذ جين دارك تدرس، على اجاباتهم. سوري ما سمعناش صوتكم، بس هتوصل لكم الكتب. قبل ما اختم احب اقول لكم حاجه بالنسبه للوغوس، بكل محبه وعشم بتكلم معاكم. لوغوس كنيسة الرب يسوع، كلمة لوغوس هي الكلمة العاقلة أو النطق العاقل اللي هو الرب يسوع المسيح، فهي كنيسة. فزي ما حد يقول لي أنت بتروحي كنيسة إيه، أقول له أنا ساكنة جنب كنيسة الأنبا مرقس أو القديس أثناسيوس أو ماري جرجس، فبروح هناك. لوغوس بالظبط زيها ومحطوطة ككنيسة، فلنا برضو كلنا كنيسة اسمها لوغوس. لوغوس ما تكلفتش بناء مادي يعني مبنى، حتى المبنى تبرعت به كنيسة الأنبا أثناسيوس، لكن بتحتاج المصاريف الشهرية. لوغوس قناة لكل المسيحيين، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، من يؤمن بفمه بالرب يسوع ويؤمن بقلبه إن الله أقامه من الموت يخلص. فدي تعريف المسيحي. فأي واحد سواء أرثوذكسي كاثوليكي إنجيلي، أي حد بيؤمن بالابن الرب يسوع الفادي اللي أقامه الآب، يبقى صاحب قناة لوغوس. وزي ما بنعضد كنايسنا، وكل الكرم بتاع المسيحيين جاي من الله المعطي اللي بيعطي بلا حدود وبيوعد 100 ضعف، وبيوعد إن اللي جعان وعطشان للبر سيشبعه. إحنا بنحاول في لوغوس، وانتوا بتحاولوا في لوغوس، ان نحقق رغبة الله في اشباع الجعان والعطشان الى البر. فلوغوس مش قناة فضائية عادية، دي كنيسة، بس بنستعمل التكنولوجي زي ما استعملنا الكهرباء لما طلعت، وزي ما استعملنا الميكروفونات، بنستعمل الساتلايت والفضائيات. لوغوس قناة متكاملة، فيها حقوقيات، فيها إنصاف للمظلومين، فيها روحانيات، فيها عظات تقربنا من ربنا، فيها برنامج طبي بيتبرع ناس بأوقاتهم، وبيشوفوا ناس كمان في عياداتهم محبة علشان خاطر اسم المسيح يتمجد. فبنطلب منكم تعضيد قناة لوغوس زي أي كنيسة بتعضدوها، وزي أي فقير بيحتاج للبر، وربنا بيعوض 100 ضعف في الأرض وحياة أبدية كوعده. وهو عمره ما مش هقول عمره، يعني عيب إن أنا أقول إن ربنا مش هيحافظ على وعده. فقناة لوغوس محتاجة تعضدكم المادي عشان تستمر، وهي قناة حقوقية وقناة، يعني مش بقول كده عشان أنا باجي هنا، أنا رحت قنوات تانية، لأنها قناة محترمة بيحبها كل
اللي بينطق اللغة العربية، وأملنا نعملها للي بينطق لغات أخرى، حتى غير المسيحيين بيحبوا يسمعوها، وبنرجو إنها تكون منارة لنشر كلمة ربنا في العالم كله. وهي قناة محترمة زي قناة سي تي في اللي بتيجي من مصر، بس لها حرية ولها معرفة باحتياج المهاجرين، فبتمتاز عن قناة سي تي في اللي احنا بنحترمها جدا بهذا، بالنقطتين دول، حرية الكلمة ومعرفة باحتياج المهاجرين. قبل ما أترككم أحب أطلب منكم صلواتكم وتعضيتكم، ونشوفكم في حلقة قادمة من برنامج الصحة الكاملة، وتصبحوا على خير.